مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي المجري. النهارده عندنا حلقه هنتكلم فيها شويه في الانترو معلش لو تسمحوا يعني. في عندي شويه مواضيع كده متراكمه فلازم يبقى فيها هي لغز فلازم نحلها. نمره واحد هتكلم عن الانتماء. الانتماء اللي احنا كلنا عشناه مع منتخبنا القومي في بطوله الامم الافريقيه في الكاميرون المنتخب بتاعنا اللي قدم حاجه جميله قوي 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 رغم كلنا قلنا في بدايه المشوار لما اتغلب اول مباراه قلنا ايه لا مش هيكمل وهيطلع على طول فضل يكمل 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 لحد ما طلع وهنا النقطه اللي انا هتكلم عليها نقطه مهمه جدا احنا عشنا 2006 2008 2010 مع منتخب المعلم حسن شحاته اللي هو منتخب مصر يعني انا بقول بس بفكر بالمنتخب مين اللي كان مدربين فيه انا بقول ده منتخب مصر ده في الاول وفي النهايه ومفيش حد يقدر يتكلم فيه شفنا قد محمد صلاح لما اتكلم وعانى قال لك انا في لعيبه من اللاعبين استحاله تقولي الكلام اللي انا هقوله لان الراجل ده راجل محترف وعايش بره وحس واللعيبه كانت حاسه ان في انتماء للانديه سواء للاهلي للزمالك للاسماعيلي وكلنا كنا عايشينها على السوشيال ميديا مش هننكرها. انما بعد ما محمد صلاح قالك لك يا جماعه احنا المفروض الشعب المصري كله يتكاتف حول منتخب مصر. ودي احنا شفنا كلنا بعد كل مباراه المنتخب يحققها الناس كانت بتطلع فرحانه دي لان الكرة مصدر سعاده للناس. بتطلع اللي جواك كله في اللي انت كاتبه ده في الفرحه فمنتخبنا عمل انجاز ما بعده انجاز والناس طلعت وفرحت في الشارع المباراه الاخيره مع السنغال ما وفقناش فيها انما مش نقول ان السنغال اقوى مننا انا بقول لكم بقى كلاعب كوره السنغال مش اقوى مننا احنا احنا لعبنا ثلاث مباريات فيها اكسر تايم نص ساعه يعني ساعه ونص زياده عن السنغال وهم كانوا رايحين قبلنا بيوم كمان وكل ده فازوا عليك بضربات الجزاء فلما دخلت ضربات الجزاء بيبقى المشك... القصه كلها 50 50 خمسين خمسين فانا بقول ان منتخبنا اللي عمله ده ده انجاز وانجاز كبير اي نعم احنا متعودين ان احنا بنفوز بالبطولات دي لكن احنا بقى فتره طويله جدا بعيد عن الامم الافريقيه وبنوصل بالعافيه انما عشان تكسب الفرق اللي هي مصنفة رقم واحد وانت رقم اتنين وتوصل دلوقتي حتى تحسين في الترتيب الدولي والافريقي نط حوالي اربع خمس درجات فدي حاجة كويسة جدا فانا بقول لكم الماتش اللي جاي او المباراة اللي جاية اللي هي بين مصر والسنغال بعض الناس يقولك اصل ده الماتش هنا لو ما كسبناهوش هنروح هناك مش هنكسب انا بختلف معاكم هو انا تحت مسمى المباراتين هي مباراة واحدة هفطايم هنا في القاهرة وهفطيم هناك، وأنا عشان أقول برضو أطمن جماهير مصر كلها المباراة التانية بتبقى أسهل لينا لأن مفيش ضغط عصبي سواء من الجماهير أو في الشارع أو في الميديا أو في الصحافة في كل حاجة. فعشان كده أنا عاوز الفترة اللي جاية نبعد بقى عن حتة الانتماء للأهلي وللزمالك وللإسماعيلي والاتحاد وكل أندية مصر كلها ونبقى ورا منتخبنا القومي. نسيب كرويش راجل يفكر يختار مع الجهاز الفني اللي معاه يختاروا اللعيبه الكويسه وقدموا لنا في لعيبه يا جماعه قدموها لنا ولا كانت على البال وهدي مثل بسيط محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ده لعيب عالمي عارفين لعيب عالمي انا هقول لك انت من دلوقتي بقول لك عالمي وهو اللي اكتشف مرموش من الدوري الالماني وبيحاول الراجل بيعمل كل حاجه نسيبه بقى الفتره اللي جايه كده ونتكاتف كلنا ونعيش كلنا كده ان شاء الرحمن من اجل الحلم اللي احنا كلنا بنحلم بيه ان احنا عاوزين نروح كاس العالم بقول لكم هي مباراه واحده في تايم طيب الاولاني هنا في مصر ولا في تايم طيب الثاني في السنغال بقول لكم السنغال مش احسن مننا اه عنده لعيب محترفين كتير قوي على مستوى عالي احنا لما بنلعب في ظروف احنا عاوزينها الظروف بتاعتنا احنا انا بقول لك ان شاء الرحمن او بقول لحضراتكم ان منتخبنا القومي هيوصلنا كاس عالم أو ما هيعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا، النتيجه دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، انما انا بقول لكم السنغال مش احسن بدنا احنا فضلنا مع السنغال لحد اخر ثانيه لحد ما وصلنا لضربات جزاء والحظ بقى هنا بيلعب دوره. لعيب ممكن يوفق ولعيب ممكن ما يوفقش زي ما حصل معانا وطلعنا الثاني، طلعت الثاني على مين؟ على الجزائر اللي هو حامل اللقب وعلى الكاميرون اللي هو صاحب الملعب وكوت دوفوار اللي هي فرقه تكسر الدنيا. وغانا اللي طلعت، بقول لكم في فرق كبيرة جدا طلعت، يعني أنا عايز أقول إن إحنا منتخبنا بدأ دلوقتي الجهاز الفني مع كويش بدأ يعمل فكرة إن فيه عندنا بقى منتخب، بقى عندنا دلوقتي كيان، والكيان ده لازم نبني عليه حاجات كتيرة جايز ما نوفقش في المباراة بتاعة السنغال لا قدر الله، دي مش عيب، إنما أنا بقول لكم اللي لمنتخبنا القومي ده اللي هيبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. ده الجزئية الأولانية اللي كنت عايز أتكلم فيها نبعد عن التعصب نبعد عن السوشيال ميديا نبعد عن الاهلي والزمالك والاسماعيل والفرقه دي كلها نبص لمنتخبنا القومي ندي أ... لازم ندي احاء للاعبين ان كل اللعيبه اللي, بت... اللي بتنافس عشان تخش المنتخب منتخب مصر الفتره الجايه لازم نديهم أحاق ان احنا كلنا عاوزين اي لعيب يكسب منتخب مصر ندي للجهاز الفني ان احنا وراك ما يهمكش اعمل اللي عليك واحنا زي ما سمعنا ان وزير الشباب والرياضه قالك ان في حوالي 60 الف متفرج هيبقوا موجودين في المباراه بتاعه السنغال ان شاء الله فانا بقول برضو دلوقتي الناس لازم تستحمل شويه لازم تصبر شويه لعيبه مصر معظمها ما فيش حد لعب قدام جمهور احنا كنا بنلعب قدام 120 و130 الف متفرج وتعودنا على كده في لعيبه ما اتعودتش فعاوزين نبقى يعني حنينين شويه على منتخبنا القومي وربنا يوفقهم ويسعدونا ويحققوا لنا الحلم اللي احنا كلنا كمصريين بنحلم بيه ان احنا نروح كاس العالم ان شاء الله في قطر الحاجة التانية اللي أنا برضو عاوز أتكلم فيها ودي أنا مستغرب لها شرط الجزائي لكل مدير فني من منتخب مصر كرويش لما جه وهو بقى له حوالي ثلاث شهور معانا لو ما كانش وفق في البطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت دي وما وصلش المباراة النهائية كان طلع من الأدوار التمهيدية كلنا كنا نقول لازم يمشي طيب عشان تمشيه الراجل بيشيليه عقد وفيه شرط جزائي وهنا بقى هنا مربط الفرس هنا اللي ان انا بتكلم فيه لما بنقول الشرط الجزائي هو في لجنه في لجنه تبقى مسؤوله عن اداره كره القدم تعمل عقد وتعمل فيه لو مشيناه في اي وقت نديله سنه ونص مين اللي هيتحاسب عليها؟ احمد مجاهد اللي كان ماسك اللجنه الثلاثيه اه راجل جميل وشخصيه جميله الراجل ده خلاص مشي جه جهاز جه مجلس اداره بعديه يدفع سنه ونص لو مشوا كروش يعني لازم تحتفظ بيه لمده سنه ونص ومبالغ مش قليله طب مين اللي يحاسب يا جماعه لازم نعرف امكانياتنا ايه هو بس مجرد ان انا اجيب مدرب واقول للعالم كله انا جبت فلان الفلاني وعملت له شرط جزائي كبير ما وفقش معانا ما ينفعش تحط شرط جزائي ودي دي نقطه مهمه جدا انا ما بتكلمش على كروش بس لا وعلى كالترون وعلى معين الشعباني اللي هو اللي بتاع الاسماعيلي اللي بتاع المصري المصري ناس عارفين حدودهم قد ايه قدروا يعملوا عقد كويس قوي وجابوا راجل مدرب اجنبي وهو من تونس الشقيقه وعمل 120 الف دولار وعمل الشرط الجزائي بسيط لان دي امكانياته احنا بنعاني الانديه بتعاني وكل انديه مصر كلها بتعاني انما عشان اجي بس كالتروم مثلا الاقي المجلس اللي قبل كده او اللجنه اللي كانت معينه عامله عامله كام؟ عامله 300,000 دولار شرط جزائي. طيب وانتوا عارفين ان اصلا ما فيش فلوس وانتوا كنتوا بتعانوا ان ما فيش فلوس في النادي. انتوا بالعقد ده دبستوا مجلس اداره اللي جاي بعديكوا هيجيب فلوس منين؟ الراجل ما وافقش هستنى عليه لحد ما يوقع الدنيا؟ لا فحرام كده والله ويس على كده الاسماعيلي عمال يغير في مدربين والمستوى مش واضح بتاع نادي الاسماعيلي يجيب النهارده مدرب بكره بيجيب مدرب تاني مع احترامي ما ينفعش لازم يبقى في استقرار فعشان كده بقول بالنسبه للعقود بتاعه الشرط الجزائي النادي الاهلي وهتقول لي بقى هنا انت ما قلتش على النادي الاهلي لا النادي الاهلي وهتكلم على الجزئيه دي كمان موتسيماني اه معمول له شرط جزائي بس في الحدود وبعدين يا سيدي الشرط الجزائي بتاع موتسيماني يطلب اللي هو يطلبه لان الراجل حقق نتائج خياليه على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى المحلي طب انت عايز ايه انت بتحاسب المدرب على ايه مش على النتائج الراجل عمل حاجات مفيش فيش كده رغم كده النادي الاهلي كمجلس اداره هم قاعدين الحمد لله الفتره الثانيه وربنا وفقهم في اللي جاي ان شاء الله عارفين الحدود بتاعتهم مش مجرد نقول لك النادي الاهلي معاه فلوس قد كده بيعمل شرط جزائي لا الناس عارفه امكانياتها قد ايه وماشيه قد ايه هيجددوا خير وبركه مش هيجددوا له خلاص ما هي هي دي دي, دي, دي سنه الحياه فعشان كده انا بقول للجان انا بقول للجان اللي هي بتتولى المسؤوليه زي اتحاد الكوره وزي نادي الزمالك يا جماعه يا جماعه ما ينفعش انتوا اللي تعملوا العقود العقود دي المفروض وانا من هنا بنادي لوزير وزير الشباب ورياضة دكتور اشرف صبح يا دكتور اشرف الانديه بتعاني وبيعملوا آه عقود المفروض اللجنه يرجع لوزاره الشباب والرياضه او يرجع لربطة الانديه المحترفين زي كل العالم كله انما احنا عندنا ماشيين بدماغنا احنا الناس بتتغير واحنا محلك سر ما مفعش. عشان كده لازم كل نادي لما يجيب مدرب لازم لشرط الجزاء على امكانيات النادي هو النادي المدرب اللي جاي اهلا وسهلا فيه لو هيضيف اضافه كبيره جدا زي متسماني ما عمل كده وعمل حاجه ما فيش احسن من كده انا ما عنديش مشكله ان انا اديله انما مدربين بيجوا ما بيحققوش واعمل لهم شرط جزائي اللي عمله سنه ونص واللي عمله 300 الف دولار هو فيه ايه هي الفلوس سايبه الفلوس بالسايبه وبعدين نرجع بعد كده مجالس اداره الانديه تقول ايه اصل ما عندناش فلوس اصل مش عارف ايه اصل ما من الاول فعشان كده انا بقول للدكتور اشرف صبحي إيه؟ اي لجنه تتعين من قبل سواء الاتحادات او الانديه لازم يرجع لوزاره الشباب والرياضه عشان يشوف الامكانيات ايه اللي هيحطوا له بيها شرط جزائي وشروط العقد ايه. دي النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها نقطه مهمه جدا لان دي عامله خلافات كتيره جدا في بعض الانديه. الحاجه الاخيره بقى اللي انا عاوز اتكلم عليها هتقول انت اهلاوي بقى وعايز النادي الاهلي. والله العظيم ثلاثه ابدا. انا نمره واحد بحب البلد دي. وعايز مصر تبقى احسن دوله في الدنيا، وعاوز الانديه المصريه تبقى احسن انديه، وعاوز منتخب مصر يكسر العالم. ويروح كاس عالم ويروح كاس القارات وياخد الامم الافريقيه ويكسر الدنيا كلها لكن اللي انا عاوز اقوله النادي الاهلي النادي الاهلي يا جماعه منظومه عارفين يعني ايه منظومه منظومه متكافئه في كل شيء النادي الاهلي بقى مصدر السعاده الوقت للشعب المصري انتوا شفتوا الفرحه اللي المصريين كلها فرحتها بعد مب... في كاس العالم للانديه وفاز بالميداليه البرونزيه طيب يعني انا عاوز اقول لكم دي منظومه والمنظومه دي على ضوءها اتحققت كل النتائج دي في رئيس مجلس اداره في مع مجلس اداره في كل واحد عارف هو فين وجاي منين وبيتكلم في ايه مش اي واحد بيطلع يبقى متحدث بيطلع يتكلم او لا فليه والله العظيم انا بقولها مش ما بقللش من اي حد ولا من اي انديه تانية ليه ما ناخدش النادي الاهلي قدوه وعلى ضوء المؤسسه اللي النادي الاهلي ماشي بيها كله يعمل زي النادي الاهلي بقول لكم هنروح في حته تانية هو النادي الاهلي بيعمل ايه النادي الاهلي ماشي صح في كل حاجه ما عندوش استثناءات ما دي دي اللي مضيعانا الاستثناء بيقول لك بلاش دي طب معلش عشان خاطر ماشيها ما ينفعش النادي الاهلي ماشي على لاين لا بيجي شمال ولا بيجي يمين لحد اخره بيوصل عشان كده انا بطلب من الانديه والله العظيم معيب شوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي النادي الاهلي بقول لكم مصدر السعاده للكره المصريه طبعا بعد منتخبنا القومي بس هو اللي بيسعدنا وشوفوا اللعيبه انا 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 بشفق على اللاعبين اللي لعيبه النادي الاهلي من كاس العالم للانديه لهنا وبعدين نرجع تاني يخش بطوله افريقيا وبعدين نرجع تاني مش عارف في ايه يا جماعه؟ ولان ما فيش تنسيق بين الاتحاد الدولي وانا ممكن قلتها في اكتر من حلقه ما فيش تنسيق بين الاتحاد الدولي اللي هو مسؤول المنظومه الوحيده عن كره القدم في العالم كلها وبين الاتحاد الافريقي اللي هو الكاف اللي بينظم البطولات يا جماعه هتيجوا في فتره وفترات انتوا عايزين تعملوا فلوس للي فيش بعد كده اعملوا فلوس بس مش على حساب اللاعبين النادي الاهلي فيش وقت ان ان اللعيبه عنده تريح بيخرج من هنا يعني خلص المباراه يخش بعدها على آه، على افريقيا بطوله ابطال الدوري وبعدين يخلص يرجع تاني وبعدين يطلع يسافر وبعدين ييجي هو فيه ايه وكل ثلاث ايام مباراه بالنسبه لل في الدوري العام المصري والناس لجنه الم... الم... الربط الانديه معذوره لانها عاوزه تعمل مسابقه ومسابقه محترمه عشان هي ديت اللي بتطلع معظم اللاعبين وانا بقول لكم ان محمد عبد المنعم طلع من من المنظومه ديت وتدي مساحه وقماشه كبيره للمدير الفني ان يختار لعيبه ويجيب لعيبه لمنتخبنا القومي فعشان كده انا بقول خدوا النادي الاهلي قدوه مش قدوه ان انا بترى على الانديه استغفر الله العظيم يا رب او اي حاجه لا خدوا النادي الاهلي مؤسسه شوفوها ماشيه ازاي خدوا اللوايح، خدوا النظم بتاعته، خدوا الكلام ده كله، مش عيب، احنا كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم لحد ما يموت. عشان كده انا بقول للنادي الاهلي ومجلس ادارته يعني كتر خيركم بس احنا لسه مستنيين منكم كتير قوي. احنا مستنيين منكم كتير قوي لان جمهور النادي الاهلي على طول زي ما انتم عارفين متعطش. بيخلص بطوله بيدور في البطوله اللي بعدها، مش لا كفايه بقى كده الرايح سنه لا. جمهور النادي الاهلي ده حاجه ثانيه خالص. فباحترام كل الجماهير الانديه المصريه فعشان كده انا بقول للانديه المصريه بصوا على النادي الاهلي ماشي ازاي ونبقى زيه بس مش اكتر ولا اقل يعني طولت عليكم معلش احنا النهارده عندنا ضيف وضيف مهم جدا في حلقه الليله من المجري هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري ونبدا نيجي نتكلم عن ضيفنا ضيف حلقه الليله <applause> اهلا بحضراتكم النهارده زي ما قلت لحضراتكم عندنا نجم وهو نجم من عشاق اللي بيموت في النادي الاهلي واقول لكم قد ايه هو كان ليه مواقف كتيره جدا وفي نفس الوقت نجمنا دخل النادي الاهلي وهو عنده 12 سنه يعني متربي في مدرسه الكوره في النادي الاهلي تالق مع الناشئين وانضم المنتخب القاهره زمان كان في منتخب القاهره ومنتخب يعني مناطق فدخل منتخب القاهرة وبعد كده انضم المنتخب الناشئين اللي لعب لو تفتكروا في كاس العالم في استراليا سنة 81 وكان فيه نجوم كتيرة وطارب ابو زيت وكان وعلاء ونجوم كتيرة جدا نجمنا تألق في في البطولة دي وبقى أساسي رجع من البطولة كاس العالم اللي هي في استراليا 81 راح بطولة سورة سور الصين العظيم ودي كانت بطولة معروفة بالنسبة للعالم كله وفازوا بالبطولة دي بعد ما رجع نجمنا بعد كده هو كل ده لسه في الناشئين وكان متألق مع الناشئين بقى أساسي ومدافع صلب متميز وكانوا بيسموه خليفة الكابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي طبعا وزير الدفاع كلنا عارفينه وظل في النادي الأهلي من 81 حتى 8 سبعة سبعة وحقق بطولات كتيرة جدا منها دوري عام وكأس إفريقيا ثم بعد كده آآ آآ رحل تجربه التجربة دي كانت احترافيه وكانت في قطر تالق فيها تالق يعني بطريقه كبيره جدا بس هو تعب من الغربه ورجع وكان بيلعب في الريان القطري ورجع بعد كده مصر وانضم للمقاولون العرب انتوا عارفين مش هقول يعني انا في معلش في الجزئيه ديت النجوم اللي بتطلع تحترف بره وبترجع قليل قوي لما بيرجع على النادي الاهلي التاني لان النادي الاهلي بيصنع اجيال واجيال, وأجيال. ما فيش مكان مكتوب باسمه فلان خطيب بطل كابتن صالح سليم بطل كل النجوم اللي انتوا عشتوا معاها على تاريخ مدار النادي الاهلي كله بيبطل رجع بعد كده قعد مده بعد ما رجع من قطر رجع على نادي المقاولين العرب قعد اربع مواسم مع فريق المقاولين العرب وحقق معاهم بطولات وحقق معاهم نتائج وكان متالق بعد كده خد تجربه جديده ما انا بقول لكم اللعيب ما فيش مدرب يبطله ولا رئيس نادي يبطله اللعيب لما بيعوز يبطل هو اللي بيبطل نفسه ولا يجرؤ مدرب في الدنيا ان يقول للعيب ده بطل لا نفسه عاوز يدي فخد تجربه جديده كمان واول محترف في الدوري التونسي كان نجمنا النهارده ولعب في الملعب التونسي كان ده فريق بيسموه الملعب التونسي ولعبنا احنا قدامه في افريقيا جديدة وبعد رجوعه من تونس قرر الاعتزال قال لك لا خلاص بقى كده كده مش هينفع انا خلاص انا استويت رفض يشتغل تعرف بعد كده الفتره اللي بعد ما اللعيب بيبطل كل واحد بيختار المجال بتاعه واحد ساعات بيخش التدريب واحد بيخش الاداره كان مدير كوره وفي ناس بتخش الاداره وفي ناس بتبقى بتشتغل في المجال بتاع مجلس الإدارة والكلام ده لكن هو اختلف عن الناس دي كلها ولكن في رجوعه رجع اشتغل في العمل الخاص ليه هو ودي طبعا احنا ما بنقول بس العمل الخاص مع عمل تاني ليه اللي هو العمل الإداري العمل الإداري ده كان في الكورة بس دخل عن طريق ايه منطقة الكورة منطقة كرة القدم منطقة القاهرة لكرة القدم منطقة القاهرة دي كان زمان بتعمل مسابقات ومسابقات شديدة جدا ومعظم لعيبة مصر طلعت من منطقة القاهرة سواء كرة القدم في الجيزة أو في القاهرة أو في كل المناطق كان بتطلع لعيبة على مستوى عالي جدا وكانت بتساعد الأندية. ولسه لحد دلوقتي هو عاشق وعايش في محراب النادي الأهلي. نجمنا النهارده هو النجم الأهلاوي ونجم كبير قوي بيحب النادي الأهلي. ويمكن بيطلع على شاشه قناه النادي الاهلي كتير قوي. وتعالوا بقى نشوف نجمنا ليه محطات كتيره جدا وهو كان دمه خفيف قوي، كان معانا في افريقيا نمره واحد احنا مكناش كناش عنه هو ولا مدحت رمضان. نجمنا النهارده هو نجم النادي الاهلي كابتن محمد حشيش، تعالوا نستقبل نجمنا ونشوف محطات ايه اللي هو كان عايشها ازاي وقال فيها ايه وعمل فيها ايه ونشوف ازاي هو خبط اول محطه ليه في النادي الاهلي حشيش من القلب كابتن مصطفى ازيك يا كابتن استاذ حاج ربنا يخليك تمام تمام الحمد لله مش وحشني ربنا انت وحشني قوي انت كلمه وحشني دي طبعا عشان كده طبعا يعني هنحكي حكايات كتير جدا ايوه انت عارف طبعا برنامجنا اه متابع انا على طول طبعا متابع ما اقدرش ما اتابعكش راضي عن البرنامج؟ ده مليون في المية طيب احنا عندنا هنا بنقول الحاجات اللي ما اتقالتش قبل كده تمام ليه؟ لان احنا بنعمل بنقرخ تاريخ لعيبه ادت للكوره وادت للنادي الاهلي تمام على فكره محمد حشيش آه في كل كبيره وكل صغيره كان موجود معانا في السفريات بتاعت افريقيا هنا في مصر ومن الناس اللي دمها خفيف قوي 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 كان هو ومدحت رمضان لو اتلموا على بعض وكان معاهم مجد عبد الغني كمان ده خليل لوحده قصه ثانيه بسخنهم اه فاحنا عندنا في البرنامج هنا هنطلع كل اللي جواك عشان نقول لجماهير النادي الاهلي ادي لعيبه النادي الاهلي وادي الاجيال وبندي قدوه للشباب الصغير الناشئين تمام اللي طلعين. تمام انت بتمارس رياضه ولا ما فيش؟ والله ابدا ده سكر بس <applause> خالص؟ اه لا 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 طب ليه؟ آه عندي ظروف صحيه القلب والسكر وكده بعمل دعامات مفروض آه, ده؟ اه بالظبط بس انا يعني بقى وبعدين الشغل الشغل كمان يعني إيه ده هو في بعض الصحه يعني ساعات لا بصراحه ساعات يعني بنزل امشي شويه هو لازم المشي ده اساس كل فتره كبيره مثلا ممكن جيم كده اعدي عليه خفيف لا سيبك من الجيم لازم آه تمشي يوميا اه صحيح صحيح طيب انت جاهز معانا تمام طيب نشرب حاجه ونرجع تاني نقول للساده المشاهدين معانا نجم الليله الكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي والمقاولين العرب والملعب التونسي والريان القطري نشوف التقرير ونرجع تاني للسادة مشان بقى نكمل حكاية تمام. تمام. تمام محمد حشيش أحد ركائز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمع اسمه في فترة الثمانينيات وسطر تاريخا مع الفريق بحروف من ذهب كانت أولى رحلاته مع الأهلي في إفريقيا عام 1981 لمواجهة فريق الأشغال الصومالي وسط حرب أهلية في الصومال. جعلت حشيش يطلق على المباراة "الأصعب" خلال مشواره مع الساحرة المستديرة. فضل محمد حشيش التواجد داخل جدران القلعة الحمراء في موسم 1982-1983. وهو غير مقيد بقائمة الفريق لكثرة لاعبي النادي الاهلي في نفس مركزه، وكاد ان يرحل عن الفريق في نهاية موسم 1983، لولا ان زيزو طلب منه اللعب مع المارد الاحمر في بداية موسم 1984 بسبب اصابة احد اللاعبين بالفريق، فوافق على الفور. تلقى نجم الاهلي السابق عرضا للاحتراف في بريمن الالماني، خلال مسيرته الكرويه الا ان الظروف في تلك الفتره وصعوبه الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الاوروبي. وجاء وقت الرحيل عن القلعه الحمراء لينضم محمد حشيش لصفوف نادي المقاولون العرب. وفي موسم 91 92 انتقل من صفوف المقاولون العرب الى صفوف الملعب التونسي لمده موسمين ليخوض حشيش تجربه الاحتراف الخارجي. ويصبح أول لاعب مصري يحترف في دولة تونس الشقيقة بعد تألقه مع ذئاب الجبل في البطولة العربية بدبي والتي صعد وقتها الفريق إلى النهائي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي. ونجح حشيش مع الملعب التونسي في الوصول لنهائي كأس تونس أمام الإفريقي التونسي، كما أنه قاد الفريق وقتها لتحقيق المركز الثالث بمسابقة الدوري بتونس. في انجاز كبير يحسب لنسر الاهلي محمد حشيش وتجربه كانت في مجملها ناجحه بعد تجربه الاحتراف التي خاضها قرر الاعتزال وفضل ان يسدل ستار نهايه مسيرته الكرويه بعد ان حقق نجاحا لافتا اهلا بحضراتكم بعد الفاصل في اولى فقرات المجري كابتن محمد حشيش انت وحشنا قوي انت كمان يا كابتن مصطفى أنت باتسون يعني. كده ايه فين والله الشغل والحياه والمسؤوليات وانا انت عارف دلوقتي مدير تنفيذي في اتحاد الكورة فرع القاهره اه بقالي 10 سنين فبقى مشاكل الكوره ووجع القلب يعني فالواحد ما بيصدق بقى طبعا يعني يروح انا مش غاوي يعني خروجات ومقابلات كده مع انت بيتي يعني اه بيتي يعني بيتي طيب احنا انت في بدايه سؤالنا احنا بنتكلم باستمرار عشان نقول للناشئين اللي طالعين انت اول مره لعبت فيها كوره لعبت فين؟ طبعا في انا ساكن في الدقي آه. قدام النادي الاهلي على طول الناحيه الثانيه على النيل يعني انت بتاخدها ماشي اه كنت باخدها ماشي بس لعبت طبعا في الشارع الاول مم. الفتره بتاعتنا كان فيها اللعب في الشارع بس آه سنه كام سنه آه كان بقى 8 9 10 العمر ده يعني مم. وبعد انا عضو طبعا في النادي الاهلي مع اهلي عضو عائلي من الستينات يعني كويس فكنت بروح النادي الاهلي بس ما بلعبش يعني ممكن العب مع اصحابي برضو في النادي في انت الاطفال اه جنينة الاطفال على الوزه والبطه, والبطة <تصفيق <تصفيق> وبعد, <قديم> وبعد كده طبعا لما ابتديت اكبر شويه طبعا في يعني في السن مثلا اللي هو 11 سنه 12 سنه والدي كان غاوي كوره وكان شايف ان انا كويس من خلال ساعات يشوفني في النادي يشوفني يعني في المصيف اه طبعا فحاول عن طريق علاقاته ان هو يشوف لي حد في النادي الاهلي يعني طب ما لسه قبل ما يخش على النادي آه. الاهلي وانت في الشارع بتلعب في الشارع كان في لعيبه صغيرين راحوا معاك النادي الاهلي ولا ما كانش في لعيبه لا هو كان في لعيب وحيد اه بس ما راحش الاهلي راح الزمالك ايمن يونس ايمن يونس كان آه بيلعب اه كان في, في العمر سورة. اللي جنبي على طول اه وكان على طول كان بيقف جول زمان كان بيلعب جول اه بيلعب جول ماشي يا عم ايمن وكان عرفني آه على طول يخبط على البيت ويسال عليا عشان اجي اشوط فيه في الشارع تحت كان جول كويس ولا كان اي حاجه بتعدي لا او انطجي not... not... يعني كويس انه <تصفيق> <تصفيق> كويس انه بقى لعيب يعني آه ايمن ده ابن حلال آه شخصيه جميله وكان لعيب جامد طبعًا, طبعا طبعا طيب هل وانت بتلعبه في في الحي اللي انت كنت فيه في الدقي. كنت تروح تلعب كره شراب في دورات مع مع ليك فرقه معينه ولا كنت ولا بت... بتنزل في الشارع تحت البيت؟ يعني هي كنت قاصره على تحت البيت تحت البيت لان انا برضو يعني ولد على ثلاث بنات اه واصغر واحد فيهم فكان العمليه مخلينا خايفين عليك قوي ها خايفين عليا وبعدين عشان احنا اعمرنا ورا بعض سنه 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 آه. فخايفين اطلع بنت لان انا وانا صغير كنت بتكلم بصيغه البنات ما شاء الله طلعت أو راجل اه خنشرت <تصفيق> <تصفيق> فكانوا خايفين عليا شويه فهو دوبك تحت البيت عشان يبقى برضه عينيهم عليا من البلكونه وكده بتشجعوك تلعب كوره يعني في ال... آه لما آه ابتديت بقى اخش يعني دي مرحله بعد كده طب كنت شاطر في الدراسه وانت صغير جدا كنت شاطر. جدا متفوقين على طول عشان كده كان بيسيبوك تنزل تلعب كوره في الشارع ده انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن مصطفى قول بقى عارف العيال القراريب اللي بيقعدوا على نص رجل على عشان اول ما المدرس يسال يعمل كده آه. انا كنت كده بس ما شاء الله <applause> بس بعد بعد كده ما دخلت بقى الكوره وكده الموضوع قل شويه قل كتير قل خالص اه بقيت بعض ورا <applause> طيب لما الوالد في النادي الاهلي عضو من من الستينات انت اللي عرضت عليه انك تروح النادي الاهلي ولا هو اللي بقى يسعى عليك بدل ما يلعب في الشارع يلعب في النادي هو طبعا اه 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 احنا كلنا اسره اهلاويه شجع النادي الاهلي واعضاء في النادي الاهلي فمن باب اولى ان انا يعني ابقى موجود في النادي اللي اتربيت فيه كمان من وانا صغير يعني كويس <applause> فاول مره كلم لي حد ورحت مع كابتن فتح نصير طبعا كابتن فتحي كان ماسك الاعمار الاكبر مني بسنتين ثلاثه وقتها ده حتى. كان سنه كام كان سنه 74 او 73 يعني كان هو كابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه بالظبط كده مسكين من سن 17 لحد سن 21 سنه للاسف بقى الاختبار بتاعي كان مع ال 16 سنه مجموعه اكبر, من أكبر سنة. مني اكبر مني فنزلت طبعا مش عارف حاجه عمري ما لعبت في ملعب كبير. كانت الكوره لو جات لي اروح واخد كتف مثلا جامد مع اجسام بقى اروح واقع. اه. فقالوا لبابا بقى لا ده ما طب رحت النادي الاهلي دخلت النادي الاهلي سنك كام سنه؟, كم سنة؟ آه موسم 74 75 كان سنك كام سنه؟ كان 12 سنه، 12 سنه ونص 12 سنه آه. ونص كانت اول مره تخش فيها النادي الاهلي ولا كنت بتروح مع الوالد واعضاء وبتاع؟ لا احنا بنروح على طول النادي يعني على طول. لما لك هتلعب كوره؟ اه. وقابلك بالكابتن فتحي نصير ده اول واحد قابلته في اه. كان ايه احساسك طبعا انا ما نمتش طبعا بالليل يعني انا معقول اه بروح النادي وشايف وبشوف اللعيبه من بعيد بس انا هبقى لعيب يعني معقول انا كويس عشان ياخدوني اه في الشارع وفي المدرسه كلهم طبعا ايه بيقولوا انت كويس قوي لعبت في المدرسه اه لعبت في المدرسه طبعا فانما النادي الاهلي حاجه تانية يعني طبعا اكبر نادي في مصر وحاجه كبيره جدا معقوله انا هتاخد فلما رحت التجربه الاولانيه الحقيقه وفشلت فشلت فشلت كابتن آه. فتحي قال له ده ضعيف وصغير أنا يعني كانت لسه طفره النمو ما حصلتش قصير وقليل مش يعني. بتاكل آه انا من من يعني من صغري من موضوع الاكل ده اخر حاجه افكر فيها ان انا ايوه فالمهم مشيت فحاول بعد كده يكررها زعلت بقى لما قال لك طبعا زعلت جدا جدا و واحنا راجعين بنتمشى بقى من على الكوبري على لا. اه فانا مبوز وبتاع وهو طبعا يعني يعني مش, مش عارف يقول لي ايه وبعدين وصلت البيت هو زعلان وفي نفس الوقت طب هيعمل ايه يعني ما هو آه عامل طبعًا. ال... طبعا فانا بقى بشتكي لماما وهو بص يوداني الواحد وما خدنيش عيل صغير بقى طبعا ف بعد كده ادركت طبعا يعني حطيتها فيه يعني <applause> بالظبط قال لي انا كويس هو آه. السبب لا وقلبت الدنيا كده في البيت طبعا بوصلهم الدنيا آه خلاني بعد كده بقى في فتره بعدها مثلا يمكن بعدها شهر شهرين قال لي ايه في مدرب تاني ممكن نروح نشوف، قلت له انا لا رايح ولا جاي انا مش مش عايز. كنت قفلت. وفعلا خلاص. قفلت. طب رجعت المت... تلعب كوره في الشارع تاني؟ ده اساسا ما بطلهاش. اه. ما بطلش الكوره. ما فكرتش في اي نادي تاني؟ لا لا خالص. اه. لا يمكن. ولا اي نادي انا ما انا يعني النادي الاهلي لان هو زي ما بقول لك كابتن مصطفى ده بيتي يعني انا انا بروح اساسا. ايوه, أيوة. من قبل كده على طول يعني وكل يوم تقريبا موجود يعني. طيب بعد ما فشلت في المرحله الاولى. اه. موافقتش فيها وقال لك ده صغير ولازم ياكل كويس و... وياكل شرب لبن وبيض القصه ويشرب ميه كتير ويشرب ميه كتير وياكل كبده وبتنجان وبتاع الكلام ده <applause> عشان الحديد ويهدي <applause> <applause> اعصابه طيب لما رحت الاهلي اول مره اول وهله كده شفت <applause> مين من النجوم اللي كانوا موجودين في في النادي الاهلي وقتها آه يعني على ما اتذكر بقى الجيل اللي هو كابتن هاني مصطفى كان في الاواخر ايوه وكابتن احمد عبد الباقي يعني يعني اسماء كبيره هو كان في في الفتره دي كان في كابتن انور سلامه وكابتن احمد ماهر وكابتن مشير عثمان آه. وسمير حسن دكتور سمير حسن هي نقطه النقله بقى, بقى. ما بين الجيل ده والجيل بتاعكم بقى كابتن مصطفى مطلعينه اه بالظبط اه طيب لما فشلت اول مره لما روحت وموفقتش فيها آه. كابتن فتحي نصير اظن بقى كان في ذهنك على طول ان الراجل ده مش عاوز اقابله تاني لان هو اللي قالش طبعا والكلام ده كله انا احساسي ان انا كويس وهو اللي قال لا ما ينفعش طيب مع أ... اني ما لمستش كوره اساسا اول قرار اخدته ايه بعد ما مشيت كده وانت ماشي على الكوبري كده مع الوالد كده ومروحين على البيت ايه القرار اللي انت اخدته والله يا كابتن قلت بقى ان انا يعني آآ آآ خلاص الكوره هلعب بقى في المدرسه في الشارع انما ممارسه بس. اه الظاهر ان انا مش مؤهل ان انا ابقى طبعا في فرق وفرق فريق كبير زي النادي الاهلي وانا طبعا غير النادي الاهلي ما بفكرش يعني نعم آه بعد كده وانا في المدرسه بقى كان ليا زميل بيلعب في النادي الاهلي تحت كام سنه آه كان 13 سنه مع مين مدربين كان الكابتن سايس كابتن سايس رحمة الله عليه فقال لي انت مكسر الدنيا في المدرسه, المدرسة ومقطعنا وبتاع كنت بلعب نص ملعب ما بلعبش ورا كمان اه اه, آه فما تيجي قلت له اجي ما انا رحت قبل كده وحصل اللي خلاص هو انا ملطشه بقى اقعد كل شويه ولا ايه؟ <applause> اما تمشوا فتح نصير الاول بس كده آه. سأله على الراجل ده مش اجي اه فالمهم اديته معاد اول مره ورحت وما رحتش ما رحتش تاني مره جالي وقال لي لازم طب تعال بس مره جرب يعني انت رايح بقى خلاص يعني فائد أمي. فرايح بقى هلعب براحتي ومفيش اي حاجه وماشي يعني اه اه ولعبت في نص الملعب وكان وقتها الملعب. اللي بيلعب في الحته دي علاء ميهوب اه نفس الجيل كان. ايوه 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 مع الناشئين مع الناشئين طبعا اه فكابتن سايس على طول قال لي تعالى بكره بقى انت عارف المستخرج من الميلاد والحاجة والصور والكلام ده حضرت اختبارات؟ لا هتبقى معانا لا لا خالص كان الموسم بادئ ايوه ايوه يعني آه. كان الموسم بادئ يعني فومن يوميها بقى وانا طبعا موجود في النادي الاهلي بقى في دخلت السنه كم سنه بقى لما بقيت في فرق الناشئين أه بالظبط 13 سنه يا كابتن 13 سنه مين كان من اللعيبه اللي اللي كملوا ووصلوا الفريق الاول أه طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب دول اللي احنا كملنا في الاهلي في اسامه عباس راح الاسماعيلي بعد كده اه يعني هم دول بس هم دول بس اه فضلت موجود مع الناشئين لمده كام سنه بتلعب ناشئين أه فضلت لغايه انا طبعا أه اثناء المرور بقى ب 14 سنه و16 سنه و18 منتخبات القاهره اساسيا أنا على طول منتخبات القاهره دي كانت قويه جدا عشان. جدا جدا آه. وكنا بنعمل ماتشات كانت بتفرز ما... نجوم طبعا واختاروني في اول بقى منتخب آه للناشئين كان سنه 79 مين المدرب اللي كان موجود؟ كان الكابتن صلاح ابو جريش الله يرحمه الله يرحمه اه وكان عندنا الاسبوع الصداقة المصري الالماني كان في اسكندرية. في اسكندرية. اه. ولعبت وكنت طبعا كويس. لعبت نص الملعب ولا لا خلاص انا من من سن 17 شافوني بقى طولت قوي الدنيا. مين اللي يعني. وظفك بقى في الحتة دي؟ الكابتن آه. كابتن مفتي ابراهيم. آه. بعد كده بعد كابتن سايس آه. نقلني انا اتدرجت شوية من هاف رايت لباك رايت وبعدين آه. مساك وبعدين ليبرو. كعب داير يعني. آه. وبعدين ليبرو. اه. انت ما خفتش بقى ان انا هبعد عن الحته اللي انا بلعب فيها واللي انا دخلت فيها النادي الاهلي هبعد عنها حطوني مثلا في حته جديده ممكن افشل فيها لما قال لي جرب الحته آه. دي وانا حاسس ان دي لان انا كنت هادي وكنت بطلع الكره مظبوطه بالرجل وفي مهارات وكده آه. فقال لي انت من ورا هتبقى احسن كاشف كاشف آه. الملعب كله وتقدر برضو نا. تكمل يعني آه. يعني تقدر تكمل اللي نص الملعب وتكمل مع الفراوده يعني فلما لعبتها لقيتها, لقيتها آه احلى بالنسبه لي آه. يعني كاشف الملعب كله اخر واحد مش ماسك حد خالص انت عارف الليبرون حد اه طبعا انما في وسط الملعب عايزه بقى لعبت تلعب مش سوبر لا لا ليبرون ما دي كانت آه. كانوا كانوا مشهورين بيها كان في بيكن باور كان بيلعب طبعاً. في حتي طبعاً. كان في كابتن حسن حمدي كابتن شربيني بالضبط بالضبط آه وكان فيها الله يرحمه ابراهيم يوسف مظبوط يعني وهاني ما كان في لعيبه كتير ابتدت تنتهي بقى في التسعينات وعلى 95 كده ابتدى مفيش البرهات بقى خالص آه. بلعبوا اثنين مساكين يعني الدنيا اتغيرت خالص يعني طيب وانت بتلعب مع الناشئين آه الكره عندك اختلفت بعد في كل سنه من المراحل السنيه مستوى عندك بيزيد مين اللي انت شفته كان مسك الاعلى في النادي الاهلي وقلت انا عاوز لازم اطلع بقى زي الراجل ده أو نفسي أبقى زي الراجل ده. هما كانوا بيشبهوني حتى لما ابتديت بقى بعد كده في المرحلة هنتكلم عليها بتاعت الفريق الأول. آه. بالكابتن حسن. كابتن حسن. اه لأن أنا كنت هادي جدا وبلعب دايما على التوقع وكان عندي توقع كويس او أكبر يعني ميزاتي اللي قالوا لي عليها يعني إن أنا آه. التوقع كان كويس. دي موهبة دي من عند ربنا. زي الكابتن حسن، الكابتن حسن ما كانش تاكلينج وما كانش بيخبط. مش, و... ع... مش عنيف. مش عنيف آه. بيلعب بدماغه بيبقى. بيفكر بدماغه يعني. آه. لازم ف... تفكر بدماغك شوية. يعني شويه اه ويعني ده اللي كان الانطباع ان انا لما طلعت درجه اولى وكان حتى الكابتن حسن كان لسه ماسك مدير كورة مدير فكان بيتكلم معايا وبيقول لي اه انت, انت شبه يا شكشوك كان لك يا شكشوك <applause> هو كان الكلمه دي دايما يقول لك يا شكشوك. شكشوك ايه اه. مناسبتها شكشوك لا هي كانت يعني زي شقيه زي حاجه كده يعني زي حشيشه اه دلع كده يعني اه. يعني هو اللازمه دي في بقه على طول يعني طب بقول لك يا شكشوك ايوه. وانت موجود في الفرقه اه ناشئين انت في منتخب منتخب ده سبع علامه كبيره جدا تمام. معلم على علامه كبيره جدا في الناشئين ولعبته في كاس العالم لل... في استراليا 81 كان الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه ويكمل ويشفيه على خير يا, يا, يا رب, رب هو اللي كان مسؤول المنتخب ده، ازاي اختاروك فيه؟ انا طبعا زي ما بقول لحضرتك يا كابتن مصطفى ان انا كنت في قوام المنتخبات كلها اللي معموله سواء القاهره م. او منتخب مصر اللي هو اسبوع الصداقه اللي كان في اسكندريه المصري الالماني كابتن هاني كمان كان بيدرب فرقتنا 19 سنه في النادي الاهلي نعم فطبعا عرفني كويس وانا كنت بلعب اساسي وكده ولعبت في المنتخب اللي هو قبل ما يمسكه يعني انت ضربت مع مدربين كابتن مفتي دكتور مفتي ابراهيم دكتور مفتي ابراهيم سايس وكابتن سايس وكابتن مح على كابتن وكابتن محسن صالح, 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 صالح بن محسن صالح كمان آه وكابتن شاوي عبد الشافي الله 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 اه لا, آه لا كل انت طبعا المدربين مدربين, مدربين جامدين قوي قوي وعديت على كابتن فتحي حسين طب الكابتن فتحي حسين ما قابلتوش بعد كده و لا قابلته طبعا وقابلته آه بعد كده كتير بقى في منتخب اولمبي بعد كده قال لك ايه بقى كان بيقول لك ايه ساعتها بقى انا فاكر قال لي طبعا مش فاكر اه طبعا لازم قلت له انت <متو> بيجي <applause> لك النوعيه دي كتير اه <applause> بيجي <applause> 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 لك النوعيه دي اللي بتيجي وتمشي يعني اه اه فقال لي بس اكيد انت كنت وقتها يعني جسمك قليل وبتاع والكلام انت لو جيت دي. لي وانت كده ما دخلت المنتخب والكابتن هاني اللي انت كنت معاه في فريق فريق النادي كان بيدربني ورحت معاه طبعا المنتخب بقى كام لعيب من النادي الاهلي راح المنتخب ساعتها؟ كنت انا وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب واسامه عباس هم اللي احنا رحنا يعني بس, بس كده اه اه بس تقدر تقول لي جيل بيد اللي تفتكر الفرقه بتاعتك جيل جامد قوي كابتن مصطفى مين طب قول ما كان في محمد عاشور جون المصري آه, آه. فوزي ماير الزمالك ايوه كان بكرايت حماده صدقي ايه آه. كان لسه بيلعب في المنيا كان لسه في المنيا طبعا ايوه طبعا وانا واسامه ليبرو مساك آه. وفي خالد الامشاطي بتاع المحلة بتاع المنصورة من من... اه خالد الامشاطي المنصور. اه المنصورة آه. الثاني بقى اللي هو الخشاب في نص الملعب أيوة. شريف الخشاب ايوه خشاب الاسم اختلف اه وعلاء ميهوب ومحمد حلمي يا سلام قدام بقى خالد القماش وطاهر ابو زيد وطارق سليمان اللي اللي مع حسام الجهاز الجهاز المصري أبو بر... اه بورسعيد المصري. المصري اه اه, آه. ومعانا هشام صالح بقى وبعض الناس وخميس حسن اسكندريه ومصطفى ابو الدهب ويعني مش عايز انسى حد ده عشان ما تعلوش رجعت كلها لعبه درجه اولى كلها, كلها درجه اولى كلها اساسيه على طول يا كابتن احنا جينا من... رجعنا من استراليا على طول طب وانتوا في استراليا وعملتوا البطوله ديت لا عايز اقول لحضرتك حاجه بس قبل فضل. دي آه. ان احنا ازاي رحنا كاس عالم آه. احنا اه اول اه في طبعا اول فريق مصري اه ياخد بطوله افريقيا امم افريقيه آه, اه لا اه اه كاس افريقيا ما كانش فيه ايامها ام افريقيا بالنسبه للناشئين اه, اه اه كان كاس افريقيا اللي هو رايح جاي يعني العادي اللي اه هي بتمثل زي الامم الافريقيه اه بالظبط كده يعني. اه وعشان كده مثلنا مصر فرقه واحده يعني. اه مين اللي لعبتم في النهائي مع مين في, النهائي مع الكاميرون مع الكاميرون مع الكاميرون نعم الماتشين؟ اتعادلنا اه هناك وكسبنا هنا 2-0 وكسبنا هنا 2-0 في ورحتوا خلاص المنتخب رحنا المنتخب مع الكابتن هاني مع الكابتن هاني ما تخضيتش وانت رايح تلعب في كاس عالم كبير في طبعا زي الناشئين احنا تخضينا من الاستعدادات اه اللي شايفينها من بره لان كل شويه يبعتوا لنا من بره م. اسماء اللعيبه ايه وارقام التيشيرتات ايه وكذا ولا يعني اهتمام احنا مش واخدين عليه في مصر اه اه يعني كان لسه الكلام ده في مصر ما لا لا ما كانش في حاجه خالص خالص يعني اه. وناس تيجي تصور معانا صور في اتحاد الكوره عشان تعمل ايه بروموشن ليها بالظبط يعني آه في حاجات يعني قلنا احنا من دلوقتي بيحصل معانا كده امال هنا هناك ازاي آه وطبعا منتخبات كبيره واحنا اقصى حاجه استعدادنا كنا بنلعب ايه فاكر الفريق الاحمر والفريق الاخضر الفريق الاخضر بس ما كانش فيه مباريات وديه لا لا عملنا عملنا يعني طلعنا بس اسبوع المانيا اه لو زي ورجعنا اه بس طبعا حتى كمان هناك يعني كنت بت يعني بتلعب مع فرق هاويه اه مش فرق يعني مقاطعات كده تعبانه يعني مش حاجات كبيره م. يعني م. والحقيقه رحنا بقى استراليا آه كان اول مباراه لينا 3 اكتوبر 81 انت حافظ بال حاجات مش هتتنسي طبعا ومع وكان... مين كان اول مباراه مع اسبانيا مع اسبانيا اه فرق الاجسام كان واضح قوي ولا في المرحله اه الصينيه دي بتبقى متقاربه شويه اه يعني متقاربه شويه واحنا برضو عن عندنا برضو بعض الاجسام يعني انا كنت بالنسبه لهم برضو جسم كويس في خالد القماش آه. يعني كان في بعض الناس يعني برضو كويسين يعني آه. آه فرقه اسبانيا طبعا فرقه يعني كانت جامده جدا واحنا كنا نازلين يعني خايفين ان الماتش الاولاني اسبانيا نبدا كده ويحصل حاجه تبقى مش كويسه تبقى كويس. نتغلب بسكور كبير عملنا ماتش يا كابتن مصطفى هايل اتعادلنا 2 2 ايوه فاكر وبعد كده على طول لعبنا يوم 6 اكتوبر المانيا البطوله دي كانت مولد طاهر ابو زيد وعلاء طبعا آه. طبعا وحشيش ما انت انت جيت من هنا تمام انا ما... انا لعبت على طول آه. درجه اولى اه ست... تعادلتوا 2 2 ولعبنا الماتش الثاني المانيا 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 دي اللي خدت البطوله بعد كده أيوة. كسبناها 2 1 2 1 انجاز طبعا كبير جدا جدا ابتدت بقى الاضواء علينا لان المانيا كانت من المرشحين ايوه فابتدت الـ الـ الاضواء بقى والكاميرات والناس وحسينا يعني ان احنا في حاجه عملتوا حاجه يعني بس كان عندنا عقبه لان المجموعه بتاعتنا كانت اصعب مجموعه الماتش الثالث مع المكسيك اه كره مكسيكية. في بلد تانية نسافر في حته تانية نلعب أوه. يعني فروحنا الحقيقه وعملنا ماتش يمكن كان اصعب ماتش بالنسبه لنا عشان الاجهاد اللي احنا مش واخدين عليه كويس ثلاثه وسته ولعبنا بعد كده تسعه ومسافرين بلد ما كنتش متعود عليه بقى عندك هنا في الناشئين خالص انت بتلعب كل ثلاث ايام زي دلوقتي كل ثلاث ايام مباراه زي دلوقتي زي دلوقتي فتعادلنا 3 مع المكسيك وطلعنا الدور الثمانيه دخلت الدور الثمانيه اه الاحداث بقى كانوا وقتها كان بياخدوا اول من كل مجموعه كان بياخدوا هو. اول من كل مجموعه آه. الاحداث بقى كانت وفاه طبعا الرئيس الراحل انور سادات الله يرحمه ويحسن اليه 81 وعرفنا هناك واحنا هناك اما عرفتوا ايه اللي حصل طبعا احنا طبعا الاتصال كان وقتها صعب غير دلوقتي الواحد من نام على السرير بيتكلم اخر الدنيا حقيقة. يعني فما كانش في اتصالات والناس اللي كانت بتحاول تتصل حاسين ان مصر يعني حصل فيها كوارث يعني وقصص ومحدش عارف الوضع وكانت حادثه جديده على 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 ما علينا ايه ما, ما عشناهاش خالص او المنطقه العربيه مصر بالذات ما حته الاغتيالات والكلام ده خالص خالص آه. يعني عملتوا ايه بقى لما سمعتوا الكلام طبعا احنا كان معانا في البعثه مثلا تقريبا كل الاتحاد كان مسافر لان كانت اول بعثه كاس عالم فكله عايز يروح لا لا دي واحده ما احنا عندنا هنا الاداريين فيهم اكتر من اللعيبة بالظبط كده يعني ما تلاقي مثلا ايه انا بتكلم على الاتحادات الفرديه كمان أيوه. لحد هذه اللحظه بكلمك فيها أوه. تلاقي اثنين لعيبه وثمانيه اداريين لا ده انت لو حد اتصاب ممكن تنزل عضو في الظهر بس ما هوش لبس ينزل يشتري لبس <applause> بالسوبر ماركت كان آه... كابتن مصطفى علواني طبعا كان رئيس الاتحاد وكابتن محمد لطيف و... وزامر عزت وما يعني الالقاب <applause> كله رايح آه. فاتقلبوا اتقسموا اثنين آه. ناس عايزه ترجع نرجع وازاي وحادثه كبيره ومش عارف ايه والقصه وبتاع وناس تقول يا جماعه الناس دخلت دور الثمانيه فرصه للولاد وفرصه لمصر لا وانتوا رجوعكم هيعمل ايه؟ الاختلاف ده كابتن مصطفى وشغل وشغل يعني كان آه... في يعني واحد معين كان متزعم حته ان احنا نرجع. ف مين هو؟ كابتن لطيف. عشان يرجع. كان عايز يرجع. اه. فكابتن مصطفى علواني قال له يعني احنا هننزل نمشي في الجنازه. اه ما هي دي الموضوع آه. يعني, يعني آه. نعمل ايه؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا نتكلم الدولة. من خلال السفاره نتكلم مع الخارجيه وهم اللي يقرروا. طبعا. ان دي بعثه رسميه ترجع ولا ما ترجعش؟ دي لمت لكم القلم. طبعا. آه. فقعدنا كده يعني فتره قالوا لا كملوا يعني. ملكوش دعوه بالمواضيع دي ولا بقى ان لازم تكمل لازم نكمل بس الحقيقه اثرت علينا في ماتش انجلترا طبعا ما انت بقى شوشره ان أنزل لا هقعد لا هنلعب بالظبط ما نلعبش وده اللي حصل نزلنا مباراه انجلترا الشوط الاولاني كسبانين 2-0 احنا انا فاكر الجو بقى مطر مع النفسيات مع احنا احساسنا يا كابتن مصطفى من جوه عايزين نرجع خلاص عرفتوا بقى خايفين وعلى اهالينا واسرنا وكده عايزين نرجع بقى نشوف الوضع ايه ما إيه؟ الوضع هنا في مصر ايه ساعتها؟ احنا كنا بنشوف من خلال الشاشات آه. مدارس مدافع وحاجات و... وال... وال... والامن المركزي في الشوارع والمش عارف ايه يعني فوضى. انت صغير كمان برضه مش مدرك يعني ايوه قلت دي فوضى بقى في مصر قلنا فوضى في اهالينا وبتاع مش عارفين اتصال بيهم كمان اه اه فالمهم خرجنا من دور الثمانيه ثمانيه كان في دوره اسمها دوره سور الصين العظيم معروفه في الصين. طبعا آه. اه في الصين طلعنا من استراليا على الصين دي واحده بس لما رجعتوا انتوا رجعتوا طلعتوا من استراليا استرالي على الصين ما نزلتوش على مصر لا 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 قالوا بالمرة بقى ما طالما قالوا لنا اقعدوا فقعدنا آه يعني آه. آه رحنا الدورة دي كانت الصين واستراليا وأمريكا ومصر أربع فرق بس أربع فرق كسبنا الثلاث ماتشات وخدنا البطولة وانتوا راجعين رجعنا آه. بعد رجوعكم بقى هنا وصلتوا مصر هنا بعد البطولة دي انتوا بعد ما شفتوا البلد هنا وشفتوا ان الدنيا بدأت تستقر والكلام ده كله انتوا انتوا راجعين فكرتوا ان ممكن مصر يبقى فيها فوضى وفيها الكلام ده كله ولا خلاص بقى كان الامور استقرت؟ يعني ابتدت الظروف بقى تتحسن والوضع بقى يبقى ستيبل وكده ف نحس ان خلاص الموضوع بقى يعني امان يعني طيب. انما في اول ال... في البدايات الموضوع ده كان صعب بالنسبه لنا يعني ده اللي فرق معاكم في دور الثمانيه آه بالظبط ده اللي اثر علينا يعني رجعتوا من هناك بقى اه خدنا بطوله الصين بقى ورجعنا م. احنا يعني متخيلين بقى ان احنا لما نرجع فرقه عملت اول انجاز كاس افريقيا ودخلت كاس عالم مصر الدور يبقى الثمانيه استقبال. يبقى في استقبال يبقى في حتى مكافئات يبقى في اي حاجه مفيش الناس هناك بره قالوا لهم يا جماعه حافظوا على الفرقه دي الفرقه دي كانت بعد خمس ست سنين هي قوام المنتخب الكبير وتلعب كاس عالم ده مين بقى اللي قال كده الناس طبعا الـ 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 الوسط الرياضي هناك يعني في استراليا آه اللي آه. كانوا موجودين والمنظمين والاتحاد الدولي وكده فرجعنا طبعا كانت المكافآت بتاعتنا انهم سرحوا الفرقه دي كلها بالكامل كلها بالكامل مفيش ولا واحد خالص بعدها فتره بقى رجعتوا أخ... على الانديه بقى رجعنا على الانديه بقى آه. بعدها فتره بقى بعض منا اتاخد بقى في المنتخب الاولمبي طيب انت بعد ما رجعتوا رجعتوا على النادي على طول على طول طيب مين المدربين اللي قابلوكم وقالوا كنت انا طاهر ابو طبعا انا احنا كنا بنتفرج على البطوله دي ده الفجر تمام مظبوط ايوه بالظبط كده بالظبط كده, آه كده فقلنا في لعيبه هتطلع هتكسر الدنيا وفعلا كل الفرقه اللي نزلت بتاعت اللي كانت بتلعب في كاس العالم دي كلها نزلت ولعب أيوة الاولى مع الانديه بتاعتهم صحيح صحيح طيب مين اللي استقبلكم وقال لك بقى انتوا خلاص هتضموا الفريق الاول في النادي الاهلي احنا طبعا رجعنا النادي حصل تكريم من النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي طبعا دايما بيكرم يعني صالح كرمنا والحقيقه برضو اللي كرمنا كابتن الله يرحمه كابتن حسن حلمي رحنا نادي الزمالك وكرمنا و بس الحقيقه الوزاره ما عملتش حاجه وزاره الشباب وقتها ما فيش اي حاجه كان بقى يمكن عشان الاوضاع والحاجات دي بالظبط كده ابتدى بقى يعني آه يعني انا اول يعني طاهر كان مع الدرجه الاولى قبل مسافه طاهر اه كان مع الدرجه الاولى بدأ كان طلع ولعب معانا بالضبط كده آه. تاني واحد انا انا لعبت يعني قبل علاء أنت لعبت يعني أنا لعبت في 81 82 ااا آه أخ آه 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 أخر ماتشات الدور الأولاني بعد ما رجعنا على طول احنا رجعنا في يمكن سبتمبر ولا حاجة اه لا نوفمبر رجعنا في نوفمبر نوفمبر آه الشهر ونص دول لعبت بقى أول ماتشاتي 81 82 مين المد يعني عمال أنا لسه هجيلك آه مين المدرب من المدير الفني أو المدرب كان موجود في نفس الوقت ده هنا مع النادي الأهلي كان كالوتشاي وكان... ولا كان هيدوكوتي مشي؟ لا انا كنت بطلع كنت مصطفى وانا 17 سنه ماتشات كده احتياطي العب شويه يمكن في اعتزال الكابتن طاهر الشيخ كان دي تقريبا سنه 80 او حاجه زي كده هنشوف دلوقتي أقول لك انا فكنت بطلع يعني كده ايه تخاطيف يعني تطلع تلعب ماتشات وديه في الدرجه الاولى وتنزل تاني وانزل تاني آه. ورحت معاكم ماتش في الدوره الصيفيه اللي كانت في اسكندريه اللي كانت بتتعمل اه وكان كابتن آه فتح مروك لسه كابتن فرقه أيوة. وقتها آه. يعني حاجات كده بسيطة إنما رسمي بقى من أول ما رجعت من السفريات دي من السفرية اللي هي آه. بتاعت كاس أسور العالم اللي هو أسين. موسم 81 82, 82 آخر الدور الأولاني لما قالوا لك أنت ضمت للفريق الأول وخلاص هتتضم وهتتدرب مع الفريق الأول وهتسيب الأوضة اللي تحت المدرجات دي وتخش الأوضة بتاعة الدرجة دي حاجة تانية كان, كان إحساسك إيه؟ حاجة تانية يا كابتن مصطفى إحنا طول عمرنا يعني بنشوفكم أنتوا داخلين وخارجين حاجات جامده جدا يعني الكابتن مصطفى عبده كابتن خطيب الكباتن الكبار الكابتن ثابت الله يرحمه الله يرحمه آآ اسماء تخض واحنا عيال صغيره قاعدين في الاوضه اللي في الجنب دي آه وبنشوفكم كده بس انتوا ايه ازيك يا فلان يعني من كده من بعيد وداخلينه فطبعا كلنا بنتمنى ان احنا في يوم من الايام بس يعني مش حاسين ان اليوم ده هيجي يعني آه فلما الاقي نفسي مره واحده آه. يعني في اوضه اللبس بقى على كابتن مصطفى والكابتن الخطيب والكابتن ثابت وموجود معاهم اللي كنت بروح اتفرج عليهم في الاستاد آه. اخش في المدرج اتفرج وادفع تذكره وحاجات كده ما ده بيقول لك يا حشيش ان اللعيب لما يعوز يعمل حاجه ادي الصوره ديت آه. دي منتخب ناشئين آه. منتخب ناشئين بقى طاهر آه. طاهر الاول واحد على اليمين ده اللي قاعد بالظبط اللي كان مربي شنب وطاهر ها آه ايوه كان الشنب بتاع السن ده بتاع العمر السني ده وعاشور <applause> وابو الدهب أيوة. علاء ميهوب محمد حشيش نفس الشنه ابوخ خلي بالك انتوا ايه <applause> كلكم <applause> كنتوا واحده <موضة؟ تصفيق> كنا بنشتريه <applause> 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 مين اللي كان وخميس حسن اسكندريه <applause> اللي هو ال... اللي بعدي على طول اللي بعدك واسامه واسامه عباس خالد القماش خالد العباش محمد حلمي محمد حلمي خالد ابو الفتوح محله ايوه سيد داوود محلة>, <سيد داود> محله بس وبس كده, <و بس> كده> هم دول اه بس دول يعني طبعا القوام بقى بتاع كاس العالم اتغير شويه اه يعني ده كان اثناء بطوله افريقيا يعني ده كان قبل كاس العالم كان قبل كاس العالم اه لان الفرقه حصل فيها تغيير حماده صدقي بقى جه ويعني حصل تعديلات كده محمد صدقي ما لعب معاك كاس عالم اه لعب كاس عالم طيب بعد ما قالوا لك يا حشيش انت ده خلاص من بكره هتتمرن مع الفريق الاول أوه. كنت بتقلع لسه في الاوضه بتاعت الاشبال دي ده اساسي وانا اقدر اهو وانا اقدر وبتتمرن مع الفريق الاول أوه. لما ياخد تمرن بتمرن مع الفريق الاول وانت ماشي كده على كوبري الجلاء كده ومروح اه لسه كوبري اكتوبر والكلام ده اه طبعا طيب ايه اللي انت فكرت فيه؟ دي ارقام قديمه قوي يا كابتن مصطفى والله فت... ما كانش لسه كوبري اكتوبر اتعمل هت <تفكرت> هتحسسنا ان احنا من الايام لوكسوس <كدا> لا ما هي دي حقيقه احنا حقيقة. احنا بن بنقول تاريخ اه طبعا لا انا عارف كنا بنلف شويه يعني كده من الكوبري كده ونرجع تاني ياما على طريق <applause> ابو <تص العيله كوبري ابو العيله او المحور ونرجع طيب لما قالوا خلاص <تص> انت وانت ماشي على الكوبري كده ومروح كده ايه اللي انت فكرت فيه؟ قلت معقوله يعني معقوله انا هطلع بقى بكره اروح العب معاهم هعمل ايه ايه اللي انت فكرت فيه قلت هخش على الكابتن مصطفى ازاي كابتن الخطيب ازاي آه كابتن مختار آه اقول لك كابتن ثابت اديني الكره مش يعني يعني حاجات كل دي مش بلاحه يعني مش بلاحه يعني واحنا طبعا يعني آه آه الاحترام ده كان اساسي جوه النادي الاهلي يعني اللي اكبر مني آه بسنه لازم اقول له يا كابتن وحضرتك وبتاع طب انا هقول لهم حضرتك ولا هقول لهم ايه الوحيد نلعب كوره ولا بالاسم ولا يمكن انت حتى بعد كده قلت لي مفيش داعي بقى كابتن دي يا عم يعني انت تقعد تقول لي يا كابتن مصطفى مش عارف يكون الكوره اتبسط ويكون الماتش خلص اه اه فطبعا كنت كل الحاجات دي كانت في دماغي وهل انا هبقى قد بقى التدريب وادي الماتشات والكلام ده مين اللي كان بيلعب اساسي بقى مكانك في الحته دي هو الكابتن مصطفى يونس والكابتن ماهر همام ماهر همام هم اللي كانوا بيلعبوا في الحته دي انت آه جالك هاتف كده وحلمت انك هتلعب في الحته دي ما كان واحد من الاثنين. أه طبعا كل انسان يعني بيبقى ليه طموح. اه طبعا كان نفسي طبعا وبقول يعني ان شاء الله باذن الله العب بس امتى دي مش عارفها. يعني امتى انا 19 سنه ولسه برضو ما يعني مش عارف وبعدين وقتها برضو كابتن مصطفى يونس كان كابتن الفرقه. وهلعب مكان كابتن الفرقه كمان ده انا يعني ده انا ماليش حل بقى كان بالنسبه لك يعني مشوار صعب صعب جدا جدا آه. فجاه بعد ما طلعت بحاجات بسيطه آه. آه كابتن مصطفى حصل اصابه ولا حاجه ولعبت اول ماتش وكان اول ماتش صعب جدا لان كان اولمبي اسكندريه في اسكندريه كان, كان مع كروتشاي كان مع كروتشاي اه اه ونزلت وكنت بالصدفة اللي كان بيلعب قدامي كابتن حازم خالد حازم اه الماتش ده اه عملت ماتش كويس جدا واستمريت بقى في اللقبة. بعد ما خلصت الماتش مين اللي استقبلك وقال لك انت لا انت خلاص دخلت اوضه غرفه الملابس دخلنا طبعا دخلت وانا مرعوب طبعا يعني آه. بس بقيت ايه يعني مين اللي استق... خلينا احنا الكلام بنقوله بقول الناشئين عشان يعرفوا آه. قيمه النادي الاهلي دي. تمام استقبلوك ازاي اللعيبه؟ انا بكلمك دلوقتي كراجل مقدم برنامج احسن احسن استقبال اه احسن استقبال انت ما كده عشان قاعد معانا والله يا كابتن مصطفى بالعكس احنا ما حسيناش ان احنا يعني في فجوه كبيره بيننا وبينكم انتوا دخلتونا في وسطكم يعني باسرع وقت م. وهزار وضحك وانا و... انا يعني يعني, يعني ما افتكرش حد في اللعيبه الكبار كان مثلا مغرور ولا كان حاسب نفسه ولا أو قال لك كلمه تزعلك خالص خالص آه. عمري يعني انت كنت كابتن فرقه يا كابتن مصطفى اه عمرك ما شتمت حد مثلا لا إحنا عمره احنا اتربينا في النادي الاهلي كده وكل اقصى حاجه تيجي من الـ من من الوينج رايت يا جماعه ظبطوا نفسكم شويه أوه. بس اقصى حاجه <تصفح> اقصى حاجه ما انا بقول لك ايه هو ده 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 قيمه النادي الاهلي اه طبعا وبيبقى مشوار وانت جاي يعني مشوار وانا ما كانش في توك توك ساعتها بقى كده كان مشوار اه طيب بعد ما لعبت الماتش بتاع الاولمبي ده اه <تصفح> ومين اللعيبه استقبلتك ازاي وفي نفس الوقت وانت نازل الملعب قلت انا هكمل المشوار مع الفرقه ديت ولا ربنا يستر والكلام ده. آه طبعا كابتن فؤاد شعبان كلمني كتير قبل, قبل من اللي الماتش عارف الليبرو ده اخر واحد يعني طبعاً. اي غلطه بجون انا هسافر. الغلطة كمان بتاع النادي بعد كده. الجمهور آه. <applause> ما بيرحمش لا لا طبعا واول ماتش ليا وكده آه فقال لي حاول تلعب السهل سهل على نفسك ما تحاولش تجود يعني, يعني العب آه. السهل لان السهل ده كمان يعني هيبان شكلك احسن بكتير ده السهل ده في نفسك بيبقى صعب صعب جدا اه جدا اه فطبعا كابتن ماهر همام كلمني وكابتن حازم قبلها قال لي بص انا هلعب قدامك ودي ح... على فكره في حد ذاتها كانت صعبه قوي كابتن مصطفى ليه طول عمر النادي الاهلي في المركزين دول الاقدم اللي كان بيلعب ورا مظبوط يعني الكابتن حسن الكابتن مصطفى احمد ماهر بالظبط الكابتن مصطفى الكابتن ماهر م. انما انا اجي بقى صغير ويلعب قدام الناس الكبيره دي م. فكانت ثقه من المدربين وقتها ادوا لك ثقه بقى ف... وان انا يعني اهل للموضوع ده فالحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0 بجول محمد عامر لو تفتكر طيب بعد الماتش قالوا لك ايه المدرب قال لك ايه واللعيبه قالت لك ايه طبعا برافو شد حيلك وانت كده يعني بص حطيت رجلك في المكان ده بس مش معنى ان انت لعبت الماتش ده ان انت يعني لان انت بتلعب مكان برضه نجم كبير اسامي كبيره اسامي كبيره نعم. فلازم تحافظ على مستواك ولو حصل وقعدت تاني ما تزعلش لان انت قدامك الفرصه لسه وتغير وهتتعلم وكويس انهم موجودين ان احنا موجودين عشان يعني تكبر في وسطينا او تتعلم مننا يعني نعم. ودي حاجه مهمه بالنسبه للناشئ انه لما يلعب اول مره يلعب فوسط تساعدوا في وسط نجوم تساعده بكلامهم وخبراتهم ويشيلوه يعني اه طيب انت بعد كده لعبت لعبت دوري اول باتش في الدوري كان الاولمبي كان الاولمبي اه وكسبت اه بعديها لعبت ستاندنج على طول اساسي ولا كنت بقى شويه كده وشويه لعبت ماتشين اتذكر بعد كده وبعدين قعدت كابتن بقى مصطفى رجع تاني كان عنده اصابه ورجع تاني وبقينا وبعدين لعبت كمان فوجئت ان انا في اول مباراه اول دور في افريقيا اللي النادي الاهلي كسبها اللي هي الاشغال الثمانين اه بالظبط اه لعبت في اول يعني سافرت معاكو ايه انت لعبت اول ماتش كان اول ما في اول دور في الاول دور كان الاشغال الصومال اه الصومال اه اه, آه. آه. آه سافرت معاكو هناك كنت احتياطي للكابتن مصطفى ايوه ولينا ذكريات على فكره فاهم انا دلوقتي لي الذكريات دي انا آه. يعني انا جايبك ليه؟ يعني قعدنا اسبوع هناك في الصومال كنا ناكل سندوتشات موز وسندوتشات موز وفانتا اه <تصفيق> <تصفيق> عشان يعني لا دي احنا عملنا إحنا عانينا في السومال لا السلطة. لا لا الناس كلها رجعت خسة ثلاث أرباع يعني اه كان ممكن نلعب بعد كده نرجع نلعب شطرنج بقى أنت فاكر لما رجعنا من الصومال رجعنا على فين؟ على السعودية العمرة أيام الله يرحمه الأمير عبد الله الفيصل اه طبعا كان آه. معانا الدكتور سيد سالم وكان معانا كمان خلص على الأوبن بوفيه لا مش أم... ده أنا بك... ده في الصومال ده إحنا إيه برضه عشان الناس تعرف... ما إحنا جايين من حرمان اه إحنا في الصومال المفروض آه. بقى أنت اللي تحكي مش أنا اللي أحكي آه. احنا في الصومال يا كابتن فوجئنا ان مفيش اي حاجه احنا قاعدين طبعا في اوتيل درجه 67 <تصفيق> مفوش مفيش امكانيات <applause> الدول دي كده معلش بس احنا ملناش دعوه يعني طب احنا نعمل ايه لا انت فاكر يعني احنا لما سافرنا سو... الصومال دي قعدنا كم ساعه اه كتير قوي 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 هي اه اه شرق افريقيا كده عند ال... على البحر وكده البحر الاحمر اه فوجئنا ان احنا تيجي تطلب من حد حاجه يقول لك مفيش، كل حاجة مفيش. اه. طب أنت فاتح ليه أو جايب الناس ليه في أوتيل؟ اه. والمفروض ده يعني أحسن أوتيل في البلد. يعتبر نمبر 1 بالظبط. اه. طب أنا بيقدموا تانية بياخدوا الظاهر بقى. آه. فأنا كنت مع كابتن زيزو. كان قال لي تعالى هاكلك أكلة حلوة. كابتن زيزو كان معانا السفرية دي. أيوة. أيوة. فقال لي تعالى هاكلك أكلة حلوة. موز مشوي بقى. اه والله العظيم جاب لي جاب لي كنا جايبين معنا احنا بقى في افريقيا آه التونه بتاعتنا طبعا والجبن والنعناع والله يرحمه ثابت كان بيجيب العيش البلدي دوت دا أيوه وبتاع الكلام ده لقيت زيزو بيقول لي ايه؟ هاكل لك اكله حلوه قلت له ايه؟ اكله حلوه وفيه في حلو فينا, فينا أفتكرت ما افتكرت بقى هيقول لي غزال ولا مش غزال في احلى من الموز اه <applause> لقيته جايب لي عيش وحاطط فيه موز ايوه وقال لي بقى كل يا عبد عايز عايز احط شويه ملح بقى قلت له دي اللي ماشي قمت واكله ما في حاجه ساعتها كان معانا الكابتن محمود عثمان ايوه تفتكر الحكم اه نشف يعني هناك برضه فقال لي ما فيش حتى حاجه نبلي بيها رقنا ما فيش <applause> بيضه حتى ما فيش حاجه خالص <applause> لا لا يجي كانس... بالليل هو يتسحب كده ويقوم معانا كان بيجي ساعات حكام من الاتحاد بيطلعوا معانا ايوه فنجيب نفتح له قلب التونه مش عارف <applause> بتبل عشان يقدر يكمل معانا ما يكمل ايه فنزلنا السعوديه بقى <applause> اه ده بقى ما... ال السعوديه في كان ظهر الامير عبد الله الفيصل اه <applause> يعني لما سمع عن البعثه احتمال ما تقدرش تطلع السلالم جفاف جاي <applause> ضعيف قال لك هتقوم بقى السعوديه عملنا عمره طبعا وعزمنا عنده في ال... في القصر بتاعه بتاعه في ابحر في ابحر مظبوط اه وحاجه كانت جميله سفريه جميله جدا جدا يعني كان قاعد بقى معايا الكابتن محمود عثمان جنبي واحنا بناكل اه عند الامير عبد الله الفيصل اه ف... وانا باكل احنا قعدنا حوالي كم قعدنا كم يوم في الصومال في الصومال قعدنا اسبوع اسبوع ولا ولا لحسس... الطياره هي طياره واحده بالظبط كده فتروح عشان ترجع بعد اسبوع ففي الم... خلاص بقى ما... ما اكلتش اي حاجه أه طبعا ورجعنا فعلى السعوديه واحنا بناكل فانا باكل كان فيه زي سمان وبتاع حاجات زي كده أه طبعا فباكل فانا من موز لسمان اه فانا باكل زورت أه. فبقول له اديني حاجه ساقعه من جنبك قال <applause> يعني <applause> بلاش, بلاش حاجه ساقعه انت لحمه قال لي عوض عوض احنا كنا جايين من الجفاف دكتور سيد سالم الله يرحمه كان عامل فتره اعداد بقى في البوفيه رايح جاي رايح وبعدين هو يعني ما شاء الله كان بياكل الله يرحمه كان, كان, كان جميل, جميل يعني فقعد اسبوع برضه مش شايف <تصفيق> هناك <تصفيق> فطلع هناك يعني لا كان في حاجات طيب بعد ما رجعت من الصومال بدأت تنتظم مع الفريق الاول اه مش كده؟ اه على طول بقى انتظمت يعني اه لان كان ده. في قانون وقتها أوه. ان اي انا ما كنتش متسجل درجة اولى كنت لسه متسجل في الاشبال في الناشئين في الناشئين اه فكان في قانون اللي يلعب اكتر من سبع ماتشات ما ينفعش يلعب بقى مع فرقته تاني لا ده تاني تاني أوه. بس كده اللايحة وقتها مم. كانت اللي يلعب مع الفرقة الكبيرة ازيد من سبع ماتشات مش خمسة ما ولا سبعة ما ينزلش الاشبال تاني ما ينفعش يلعب مع فرقته آه. تاني فأنا كنت عديت بقى الماتشات دي كويس فبقيت موجود موجود في الفريق الأول في الفريق الأول على طول كابتن حسن عم. حمدي قاعد معاكم اه وقال لكم ان دلوقتي اللي عايز كنتوا كام واحد كنت أكتر من أربعة أو خمسة م. وقال لكم يا جماعة دلوقتي احنا مش هنقدر اي حد في أفريقيا لأن عندي العدد مقفول اه والفريق الأول برضه مقفول ف... لو عاوزين اللي عاوز يروح اي نادي تاني يروح واللي عاوز يقعد يقعد كلهم مشوا الا محمد حشيش مظبوط؟ دي واحده دي واحده اتفضل اتفضل ابو بتفتح الجرح اه مش عاوزين كرواتة أيوة لا. فانت الوحيد اللي قعدت رغم ان انت مش متايد فضلت تمام. تتمرن وموجود في النادي الاهلي تمام بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله فهم. من المجال اهلا بحضراتكم لما وقفنا حشيش في الجزئيه اللي هي سنه 82 83 مظبوط تمام كابتن حسن حمدي قعد مع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين وانت هتقول لي برضو مين هما وقال لكم يا جماعه انا مش هقدر اقيد حد في الدرجه الاولى وفي نفس الوقت لان اللي عندنا اللائحه بتقول ان اللي متايد العدد اللي هو اللي موجود عندنا سواء في افريقيا او في الفريق الاول فقال لكم اللي عاوز يقعد أهلا وسهلا بس مش هيتأيد واللي مش عاوز يقعد يروح أي نادي تاني وبعد كده نشوف هيحصل ايه. كله مشي إلا محمد حشيش. مين المجموعة اللي قعد معاكم فيها الكابتن حسن؟ أعتقد كابتن مصطفى أنا مش متذكرهم طبعاً قوي لأن هو يعني كان بيقعد يعني كل واحد على حدة يعني آه وقتها. اه ما عادش معاكم مقعد. كان في يعني. لو تفتكر علي عبد المنعم. اه طبعاً. مين يا ربي تاني كان مجموعه كده اللي كانت برضو بس الحقيقه اللي زعلني وقتها مم. ان المجموعه اللي كانت معايا دي ما لعبتش ما لعبتش اه يعني حاجه تخطيف يعني انا لعبت مم. ولعبت افريقيا ويعني ليا دور لسه بقول لحضرتك دلوقتي اه 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 طيب ان طيب. ان ان اللي, اللي بيعدي سبع ماتشات بيكمل فانا عديت عديت اه فده اللي خلاني يعني كان عندي طموح بقى انا لا ده السنه دي بقى هيبقى في اكتر بقى واكتر وبقى اساسي بقى وانا بقيت اساسي وخلاص بقى وابتدي يعني اخد وضعي يعني كان بدايه الكلام مع كابتن حسن قال لكم ايه قال لنا القايمه يعني صعبه وعندي لعبة كتير لعيبه النادي الاهلي فانا بعرض عليكم عرض ان أنتوا تفضلوا الموسم ده اللي هو 82 83 بدون قيد م. وتاخدوا بدل الانتقال بتاعك وتلعبوا الماتشات وديه وكده وان شاء الله السنه الجايه على طول تتايدوا يعني امم فكله طبعا جري يعني هل انت لما اتقلل اتقل لكم الكلام ده من كابتن حسن انتوا افتكرتوا ان النادي الاهلي بيوزعكم والله يا كابتن مصطفى انا, أنا دايما ب با بحسن با با باحسن النوايا اه فكنت حاسس لا ان صح ان شاء الله باذن الله وانا كنت حاسس ان الكابتن مصطفى يونس في اخر هيبطل او, أو هيبطل وكده فقلت ايه اكمل بقى طبعا اتعرض عليا اتعرض عليا آه انديه تانية ان انا اروحها لان انت عارف اللي بيبقى خارج من النادي الاهلي ولعب ماتشات بيبقى, بيبقى عامل ازاي نادي ويعني مكسر الدنيا طبعا يعني. انت سبت انت لما اقول لك كده وما تايدتش قعدت تتدرب في النادي الاهلي ولا رحت نادي تاني لا قعدت الموسم آه كامل م. في النادي الاهلي وسافرت مع النادي سفريه كمان سافرت كان مجموعه في المنتخب كبيره انتوا كنتوا في المنتخب اه وكان النادي الاهلي وقتها 8 9 في المنتخب يعني ايوه ايوه فالباقيين بقى احنا تقريبا سافرنا بس مش تذاكر سافرنا دوله عربيه اه حاجه كده يعني آه, اه اه وموجود بقى مع الفرقه بس طبعا يعني كل آه الاساسي آه طبعا اتمرن واروح يعني آه آه مش آه آه. وكان صعب عليا لان انت عايز تلعب ماتشات مش مش طبعًا, طبعا بس قلت برضو يعني على امل ان النادي الاهلي هو رقم نعم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه بالنسبه لي يعني طيب ايه اللي حصل بعد الاسماعيلي؟ آه بعد الموسم ده ما خلص اه هستنى آه بقى الموسم بقى 83 84 تأيد بقى نعم فقالوا لي لا مش هتأيد بعد ما قعدت سنه سنه كامله اه فقالوا لي لا مش هتايد فقلت آه طيب بقى انا قلت لهم ايه؟ قلت لهم انا ثلاثة و انت على الفاضي سنه 83 ده انا عندي 21 سنه يعني اه يعني, يعني كملتهمش يعني يا ابو هلك ازاي لما قالوا لك مش هتتقيد؟ والله سالت وقتها طيب بالنسبه للقيد اولا لقيت انت عارف بيبان بقى على الوشوش ايوه ايوه ايوه, وبيبان من الوضع ومن من الكلام. ومن الكلام ده وانا مش هروح بقى يعني اعرض نفسي بقى انا يعني مع ان انا يعني كان نفسي النادي الاهلي شيف... يشيل لي ان انا قعدت سنه, سنة كاملة. كامله بدون قيد كان ممكن اروح العب فيها في اي حته مم. حتى لو زمالك العب في اسماعيلى العب في كذا العب في كذا اخد فلوس العب مم. والسن بتاعي ده مش تمرين بس التمرين مش هيعمل حاجه لا هو الماتشات هي اللي هتزودني يعني نعم نعم ومع ذلك قلت خلاص يعني ده نصيب بلازم اكمل يعني عرض عليا طبعا نادي الاسماعيلي ان انا اروح اه وروح إعارة ولا تلعب لا بسليم. خلاص بقى ما انت عارف وقتها احنا ما كانش فيه احنا فريق آه. انت الاستماره ما بأيدكش أيه خلاص أيه. وقتها فروحت على النادي الاسماعيلي وخدت ايامها مقابل كويس في الفتره دي 8000 جنيه ورحت لعبت مع اتمرنت ثلاث شهور مع النادي الاسماعيلي ولعبت معاهم الدار الصيفيه اللي في اسكندريه كانت و... في الاسماعيليه ولا بتروح وتيجي؟ بروح واجي الا اذا كان بقى مثلا عندنا ماتش ولا حاجه فبات بتبات هناك اه بات بقى في المدرجات هو في مكان بتاعت استراحه كده يعني. آه. المهم قبل اول مباراه في الدوري العام 83 84 م. كانت بين الاسماعيلي والزمالك في الاسماعيليه نعم وانا محطوط في السكور وهلعب تاني يوم م. قبلها بالظبط بيوم النادي الاهلي كلمني مين اللي كلمك الكابتن زيزو اه ال المكالمه تم فيها ايه آه ان انت يعني لو عندك استعداد ترجع وكده كابتن مصطفى كان حصل له اصابه بطل بتاع الدراع ولا؟ تفتكر ايوه تفكر ايوه ايوه فقلت له ارجع ارجع جاري طب هنعمل ايه؟ ده عندي ماتش بكره اه ووقتها كابتن مصطفى برضه لا خلاص ما تنفعش كل سنه وانت طيب السنه اللي بعدها بقى لما تاخد أوه. استغنى وتمشي طب ايه اللي قلت للاسماعيلي ايه؟ انا ما قلتش بقى أوه. انا يوم المعسكر الاستراحه في المدرجات تحت المدرجات في الاسماعيليه وطبعا قاعد بقى مع فطاح برضه هناك حماده الرومي بقى وحازم الله يرحمه وشله كبيره فطب اعمل ايه؟ انا لو بكره اتقفشت ولعبت خلص الموضوع بس كان كابتن زيزو كان اكيد قال لك لازم ترجع عشان هتلعب في نادي الاهلي هو الكابتن زيزو صراحة انت عارفه طول عمره هادي و لا, لا كابتن زيزو ده ده. يعني حاجه جميله جدا 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 من هنا لبكره يعني آه طبعا وعارف وكابتن زيزو عارف ان انا بلعب في الاسماعيلي يعني م. ما ينفعش ان هو برده ايه كنت مضيت استمارات هناك انا كنت هلعب الماتش يا كابتن مصطفى تقيت هلعب آه الماتش بتاع الاسماعيلي والزمالك تاني يوم وانا بقول لك انا في معسكر وخلي بالك انت قبضت 8000 جنيه و8 قابض اه قافش يعني كده <applause> <applause> فالمهم قلت له قال لي بس طب يعني الاستغنى والكلام ده قلت له بس ابني انا الموضوع ده بقى اه يوم المعسكر بالليل يا كابتن مصطفى بيقفلوا علينا من بره <applause> اه ما عشان تعرف الشله يعمل آه. ممكن يروح هنا وهنا آه. وهنا فطبعا اعمل ايه كان آه. لو تفتكر معايا لعيب في الاسماعيلي وقتها كان عندنا في النادي الاهلي خالد دندش اه طبعا طبعا البكرايت ايوه ايوه آه قلت له بص يا خالد الوضع كذا 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 وانت ما ولا الهوى انا همشي هعمل طريقه دلوقتي وامشي طب مش قافلوا عليكوا بره وانت خلي معاك الشنطه بتاعتي والقصه ما انا هقول لك عملت ايه بقى اه خبطت على الباب جبار رد عليا بقى اه اه <applause> مين هناك؟ ها خبط اه يا عم محمود الله يرحمه بقى عم محمود الله يرحمه يا عم محمود يا كابتن ممنوع يا كابتن اه قلت له بص طب افتح لي اتكلم معاك بس اه ففتح قلت, اه قلت له بص يا اه عم محمود انا بطني منفوخه من العشاء ومش قادر اتنفس وحاسس تعبان جدا هنزل اتمشى في الملعب اه يا كابتن ممنوع قلت له يبقى آه اه قدام عينيك اه بس كده ضيعت ضيعته <تص> دي كانت اخر, آخر مره اشوف يا عم محمود <applause> المهم نزلت يا كابتن مصطفى نطيت من فوق السور وماشي في الاسماعيليه بقى رايح على المحطه اه عربيه راح على المحطه عشان ما حدش يشوفني برضو معسكر وتاني يوم ماتش الزمالك اه وانا وش اتعرف بقى هناك في الاسماعيليه ايوه رحت على المحطه وخدت بيجو ورجعت مصر بيحكولي لي بقى تاني يوم جم بقى مم. كابتن شحت الله يرحمه الله يرحمه كابتن شحت كابتن انوس وال مم. فين الراجل ده راح فين طب حد من اللعيبه الكبيره ضربته ولا عملوا في حاجه ازاي يعني اه راح فين طب حد شافه فعم محمود حكى له قال له ده كان بيتمشى في الماء بالليل وكان كذا كذا فعرفوا ان انا مشيت يعني اه تليفونات طبعا بعدها من طب الشنطه بتاعته بلا مع خالد بقى انا مامن عليها <applause> المهندس صلاح حسب الله كان رئيس النادي وقتها ايوه اتصل بيها في البيت وقال لي يعني ايه تمشي من النادي ويعني ايه عندك ماتش وتمشي قلت له انا يعني ظروفي في البيت ووالدتي وعملت فيلم البؤساء بقى <applause> من اجل ابنائي <applause> من اجل ابنائي اه وابتديت ترعش يعني اه <applause> فقلت له انا مش هلعب كوره خلاص انا عندي ظروف وفي البيت واخواتي بنات والدي متوفي وبتاع قال لي طب انت مش واخد فلوس يعني 8000 جنيه؟ اه <applause> قلت له 8000 هبعتهم لك. آه. قال لا مش تبعتهم تيجي، قلت له لا مش هاجي, هاجي ليه؟ قال لي انت مش عايز الاستغنى؟ قلت له لا مش عايز استغنى، انا آه. مش هلعب كرة تاني. اه اديته طبعا دي. بعدها خالد قلت له ايه؟ ايدك على ايده ما تسيبوش الفلوس هبعتها لك وتروح تخلص الاستغنى وجب. اه مين اللي خلصك الاستغنى؟ خالد دندش. خلي نقول خ... اه راح ال يعني الاهلي ما دخلش الفرع لا خالص م. خالص ما انا دفعت الفلوس وخد منهم من الاستغناء يعني كل ده انت واخد قرارك خلاص خلاص مليون في المية ما فكرتش لحظة يا كابتن مصطفى ما فكرتش لحظة م. والمهم رحت راجع طبعا بقى ابتديت على الاسبوع اللي بعده مثلا او بعدها ب 10 ايام بلعب م... الاهلي والاتحاد وال... في استاد القاهرة استاد القاهرة اه لعبت على طول طيب لما مشيت من الاسماعيلية ما قدرتش تخش الاسماعيلية تاني؟ ده اساسي أساسي طبعا لحد هذه طبع. اللحظه طبع. لا يعني بقيت بقى طبعا خلاص خفيف. الدنيا. اه هو الحقيقه اللي اس... الاسماعيليه وبورسعيد انا ليا واقعة دي اللي حكيتها لك وفي واحده ثانيه ما اجي وقتها حكيها لك في بورسعيد يعني طيب احنا معانا واحد من النجوم اللي لعب معاك وكان نجم من النجوم وهو كابتن اسامه عرابي هو في غيره طبعا هو في كربت كربت ملوش حل اه هنسمع هيقول ايه هو موجه لك رساله هيتكلم عليك وبعدين نرجع نتكلم تاني ماشي اولا انا والكابتن محمد حشيش جيل واحد يعني حشيش طاهر ابو زيد على ميهوب وانا وأسامة عباس ومجموعة كبيرة جدا في عمر واحد تحديدا يعني فأنا أول ما رحت من المولين العرب كنت في فرقة 21 سنة الاستاذ على الناس ديت هم طبعا كانوا في النادي الاهلي قبليه في من قطاع الناشئين وكده ابتدت المعرفه من هنا لكن محمد حشيش كان زي طاير ابو زيد وعلى ميوب وكده كانوا سبقوني في اللعب للفريق الاول فهو كابتن يعني فالكلام ده سنه 81 82 بعد كده اتصعدت للفريق الاول 82 وخلاص يبقى علاقتنا بقى ابتدت مع بعض في الفريق الاول زي ما قلت لك هم ابيها كانوا بيلعبوا مع مستر كالوتشاي وكانوا كمان يعني لعبوا في دوره الصين العظيم مع كابتن هاني مصطفى في المنتخب وفي كاس عالم انا ما كنتش حضرت الفتره ديت وابتدت بقى علاقتنا حشيش طبعا الناس كلها بقى اللي عارفه انه هو بيلعب قلب قلب دفاع وفي الطرق القديمه كنا بنلعب أربعة 3 تلات، 3 هو كان في الاثنين اللي هم قلبي الدفاع وكنا احيانا نطلق عليه الليبرو اه اللي الليبرو كان شويه بيبقى تحت قلب الدفاع الثاني يعني يمكن دلوقتي بيلعبوا على خط واحد الاثنين لكن ايا كان هو كان بيلعب في قلب الدفاع وواحد من اميز الناس اللي جم في في المكان ده في في النادي الاهلي وفي الكره المصريه طبعا هو خد سكه الاداره بعد موضوع ما نهى حياته في كره القدم في اللعب يعني ناجح جدا في هذا الموضوع وطبعا تولى اكثر من منصب ومنها في منطقه القاهره وطبعا بيدير مسابقات كتيره في منطقه القاهره وراجل من الناس اللي, اللي عندهم تفكير جيد وتفكير ايجابي واتمنى له طبعا التوفيق في كل اللي في كل ما هو قادم يعني واتمنى له التوفيق هو واسرته يعني وكمان هو على المستوى الشخصي من الناس اللي الحلو في العشرة يعني دمه خفيف وظريف وسهل العشرة كده يعني تحبي معشرة يعني تحب معاشرته يعني من الناس اللي الواحد طلع بيهم من المجال يعني يقول لك ده الحاجة الوحيدة اللي طلع بيها من النادي حاجة بحاجة طيب كويس طلع بحاجة كويسة طيب هتقول إيه لأسامة؟ أسامة حبيبي طبعا وعشرة عمره ويعني جيل تقريبا واحد وسن واحد واسامه طيب جدا وجميل ويعني بعتز بصداقته وانسان طبعا خدم النادي الاهلي طبعا كتير طبعاً ولعب يعني سنين وسنين يمكن أه أكثر ناس لما انا بشوف السي في بتاعه أه انا شوف هو لعب معانا فترات طويله أيوه انا اتخضيت بكتر الانجازات اللي أه عملها أه وعدد المباريات اللي اشترك فيها حاجه لا حاجه جميله يعني حاجه جميله أه طيب انت لما خدت قرارك ومشيت من نادي الاسماعيلي ده أه في حد ذاته ده ريسك انت عشان كنت تعشق النادي الاهلي ما كنتش خايف انك تفشل مع النادي الاهلي والنادي الاهلي يقول لك خلاص احنا مش عاوزينك وبعد كده تبقى كده بطلت؟ إيه بص يا كابتن مصطفى انا كنت حاسس بقدراتي آه يعني ان انا واثق في نفسي ولما النادي الاهلي كلمني يعني معناها النادي الاهلي محتاجني اكيد لانه عارف ان انا في, الـ في الاسماعيلي وهو محتاجني ان انا راح العب برده في فرقه كبيره يعني فخدت القرار طبعا حبي للنادي هو القرار الاول قبل ما افكر بقى انا ممكن يحصل ايه؟ ما العبش العب لا ان انا ارجع دي كانت في حد ذاتها هي ده الاساس بالنسبه لي يعني. نعم. <applause> ما يعني ما خفتش بقى. لا 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 خالص. خدتها تحدي بينك وبين نفسك؟ والحقيقه لما رجعت ما قعدتش. ما قعدتش. لعبت على طول. طيب مين من من اللعيبه اللي انت كنت معاهم في افريقيا وليك مواقف معاهم وكل ما تفتكر الموقف دوت ما تنساهوش. لا هو في موقف يا كابتن مصطفى بس كان في اوضه اللبس عندنا في النادي مش في افريقيا اه قول اتكلم عليه انت... انت عارف طبعا ان احنا آآ آآ ما كانش في حاجه اسمها ناخد اجازه في العيد ولا كلام من ده يعني. لا 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 خالص خالص يعني يوم عيد وجاي وبتاع فكنا احنا ويمكن هفكرك بالموقف ده <applause> كنا في اوضه اللبس وقاعدين بنلبس وكده عشان هننزل تدريب وفوجئنا باثنين لعيبه داخلين علينا طبعا كانوا اقصر اتنين في الفرقه لابسين بز... بدل زرقاء مالهاش حل يا كابتن مصطفى زرقاء مش مثلا كحلي آه. ولا رمادي تمشي زرقاء زرقاء وبعدين مش لابسين كرافتات ومزررين و... الزرار بص المنظر بقى الجميل آه. وبعدين فاكرين نفسهم توام لابسين لب... زي بعض <applause> ولابسين جزمتين كل واحد يعني كعب كعب قد كده وكان لسه برضه الشارلستون ده اللي رامي على اللي قدام واخد بالك وفاكرين انهم طولوا في العيد يعني انهم كده كده يعني بيدخلوا احنا طولنا في العيد فانت بتقول لهم ايه يا المنظر ده فقال لك ايه يا كابتن مصطفى مش العيد قلت له عيد يا حبيبي ايه وانت عشان جاي اساسا من شبرا على التحريم مش على قصر النيل مقابل الناس كلها وانت جاي تع... بدر رجب محمد آه. السيد يا خبر ابيض الاثنين طول بعض كانوا جايين من المراجيح طول بعض وقطعيه واحده وجاي من حته واحده بس مش ممكن المنظر انت جاي وانت جاي الاوبرا لابس لابس بدله بقول لك كحلي طب انت ما لبسش جربات زرقاء زرق طب سيب لي ده سيب لي آه الزرار ده اللي خلي نفسك هيموتوا داخلين عرقانين هيموتوا وفي افريقيا انت بالسابق كنت في افريقيا مع مدحت رمضان ومجدي عبد الغني وخالد جد بالمناسبه برضو في سفاره من سفرية افريقيا آه. كنا مع الشيخ طه ايوه وبالمناسبه يعني بوجه له تحيه من هنا و... ومن احسن المدربين اللي انا اتدربت معاهم فاضل, فاضل خلقا وفنا وكل كل حاجه وكل حاجه بصراحه والد يعني. لينا بناء على الكلمه يعني واكثر آه مدرب اداني حقي في النادي الاهلي هو الشيخ طه اه ده اداني انا كمان حقي والله بصراحه يعني اه فكنا في كينيا تقريبا في كينيا ايوه واول مره رمضان. مر... اول مره آه نكون في رمضان اه فانت عارف بقى الشيخ طبعا راجل ملتزم وراجل يعني بيصلي الفرض بفرضه وبتاع فاول ما رحنا اول يوم فانت قلت لنا يا جماعه الشيخ طه يصلي وكلنا يعني اللي عايز يجي عشان التراويح بعد العشاء يعني. آه آه فكله بقى متحمس واللعبة كلها راحت صدري بقى جامد على اساس ان ايه يعني برضه مش بتصلي ملتزم وملتزم برضه بتدي نوع من الاريحيه لعبك اساسي لعبك اي حاجه فاول يوم ثلاث اه, اربع صفوف اه فالشيخ طه بقى ايه ال خلص العشاء وابتدى في التراويح اثنين في اربعه في سته في ثمانيه واخد بالك ادي الشيخ طه ايوه ابتدت بقى واخد بالك اللعيبه ترعش من تحت هي دي السفريه اللي احنا كنا اللي كانت دي بتهيألي كابتن مصطفى دي ال اللي... ده, ده ده احنا خدنا الكاس ده الجابون الجابون اه مش كده كاس الجابون كان 86 دكتور عمرو وفتح كابتن فتح كان آه ايوه مظبوط وكمال بيحافظ وطبعا آه. آه. اه, فالمهم بقول لك ثلاث صفوف اول يوم اللعيبه خلصت التراويح خدنا نص الدور نص الدور اه وهو خد نص الليل كمان <applause> واخد بالك طول في الترويه دخلنا الاوض كساحين اه فتره اعداد كل يوم كابتن مصطفى يا كباتن اللي هيصلي يلا عشان نبدا الصلاه اه كابتن فرقه لازم انت اللي تقول لا واحنا ما حاجه ما حاجه آه. اه بس برضو ما هو انت فتره اعداد في الصلاه انت قاعد يعني سته في ثمانيه في عشره الدنيا آه. المهم على اخر يا كابتن مصطفى السفريه لو تفتكر اه. كان بيصلي هو الجهاز بس <applause> دي اعتقد كانوا كانون ياوندي دي كانون ياوندي مظبوط كانوا كده؟ كانون يويندي اه ايوه آه بالظبط اه ده نهائي افريقيا برضه كانوا ياوندي آه. لا ده الماتش كان هناك ورجعنا لعبنا الماتش هم خسرنا 2-0 هناك لا يا كابتن مصطفى ده بتهيألي ولا في الجابوس بتاع مجدي عبد الغني الاولاني هنا آه. والتاني هناك ده سجارة لا وكانون ياوندي لعبنا ضربات جزاء مش كده؟ اه ايوه 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 صح 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 صح, صح, صح أيوه. اه 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 بالظبط ف يعني في انا هو اول واحد ومجد وربيع وحشيش علاء وعلاء وشوبير والخطيب ومحمود الحمد. المدلك وحمده ابو راضي وطاهر والكرامي وضيا واسامه جميل. محمد سعد و على صادق علاء صادق وايمن شادق وايمن مظبوط ايوه آه ده بالظبط كانون يومين ايوه خدنا احنا كسبنا البطوله كسبنا البطوله دي. ما, كسبنا. ما احنا كسبنا الثلاث بطولات ابطال كوس ورا بعض اللي احتفظنا بيها مدى الحياه 84 و85 و86 بعد كده بعد كده بقت كفدر... الكوفد رجعنا ثاني وبعدين رجعنا تاني للأبطال الدوري طيب بقى. مين من اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي اللي كان انتيمك على طول معاه في الغرف وفي السفريات ما بتسيبوش هو اللي كان معايا على طول في الفتره دي الحقيقه طاهر ابو زيد آه. كان بيبقى يعني قاسم مشترك معايا في الاوضه او طبعا بعد كده علاء علاء ميهوب. إيه العادات اللي هم كانوا بيعملوها على طول في مع... في اللي أنت كنت م... اللي كان بيعملوها معاك يعني في ال... عاداتك عاداتهم إيه قبل الماتشات؟ كانوا بيعملوا إيه وبيناموا وبي... بي... بي... إزاي ولا إيه الكلام ده؟ طاهر كان يعني عنده حتة كده وهو نام بالليل ألاقيه قايم من النوم. آه. وروح فاتح النور وقايم وواقف يعمل إطالات. لوحده. بعد ما نمنا إحنا. آه. يعني أنا طبعًا أقول مفزوع النور ما بحبش أنام في النور بحب ده الدنيا. ده بيعمل كده هو نايم ولا صاحي؟ لا بيبقى صاحي. <applause> يا طاهر ايه اللي حصل فيه بقول لي بس يا حمس نفسي عشان بكره مش بكره يا يعني طب احنا بنصحى عارفين هنوصل لبكره احنا عايزين ننام <applause> <applause> وانا بحب النوم جدا طبعا وبحب اللي مفيش فتفوتة نور فده بروح فاتح النور اي مره واحده مفزوع يعني طب إيه يعني اه فكذا مره برضو تحصل منه بس هو كان متعود على الحته دي يعني تلاقيه ايه يروح مسخن نفسه كده شويه يقول لي إيه طب ما نبعت نجيب مثلا حاجه ناكلها قلت له دي ما تمشيش مع التانية اه يعني احنا كاننا اساسا هنملى بطننا ثاني بالليل اه فيعني طار كان له بعض الطقوس كده آه على على الاقل من الناس اللي كانت بتركز قوي ملتزمه جدا ملتزمه بال... جدا وبركز آه جدا في الـ في الـ طبعا ايمن شوقي بقى برضه فترات كبيره مع بعض في اوضه واحده آه ما بنبطلش ضحك طيب ايمن شوقي كان ايه ايه, إيه المواقف اللي كنت موجود معاه انت فيها؟ أه كنت في اليمن مرة وكان معايا أيمن في الأوضة في اليمن؟ أه أيمن كان معايا في الأوضة في اليمن أه في اليمن في اليمن أه إيه اللي وداك اليمن؟ ما كان ماتش ودي مع أهلي صنعاء آه, آه آه لو تفتكر مع الحديدة يا أيوة حاجة أيوة كده أيوة آه وقعدنا وبعدين أه ابتديت في واحد من الجمهور اليمني وكده بيحب هم بص في أي حتة بيحبوا الأهلي طبعا آه يعني طبعا فجي وانا عاجبه قوي وحاببني قوي فجالي شد هناك ما تعرفوش ولا عمري شفته اه وانا هشوفه فين في اليمن ده متاكد <applause> <applause> هشوفه فين في اليمن فالمهم لقيته بيجي على الاوتيل ومره اتفاجئت لقيته جاي عندي في الاوضه على طول كده على طول وانا كان جالي شد في الماتش فعمال حاطط ثلج هو قاعد يا كابتن مصطفى جنب السرير جنبي طبعا هو ممنوع يدخل اساسا انا ما اعرفش دخل ازاي يعني وانت دخلتوا الاوضه ازاي؟ مع ايمن اللي دخله قال لي حبيبك جه عايز ده رهيب ايمن عمال حط وده قاعد ساكت ومتاثر جدا ان انا كان بيعملوا لي مثلا قلب مفتوح انا حط الثلج طلعين العضله <applause> نضفوها وحطوها واخد بالك أه تعبان ومتاثر وبتاع وبعدين ايه ربع ساعه في نص ساعه في ساعه فانا عمال اقول لايمن ان كده هتخرب بيتنا احنا كده حد يدخل يقول لك الراجل ده قاعد ليه؟ وبعدين المفروض جاي يسلم ويمشي اه يعني جاي وجايب لي خنجر معاه هديه وما اعرفش كل ده عشان ماتش يعني يعني انا يعني طب ما في لعيبه كتير ما تعرفش ده اه بس هم اهلي الناس طيبين قوي عشان نطلعه يا كابتن مصطفى من الاوضه يعني افلامه وانا مش هو قاعد جنبي فمش قادر وانا مش قادر اتحرك ومش قادر اقول لايمن يعمل ايه ما هو ممكن يطلع بره وين ده حد يطلعه يعني من أيوة أيوة. من الجهاز ولا حاجه فضل قاعد آه وايمن بقى ايه عمال ان هو يعني مش بارد, بارد أه وهو عارف ان انا مزنوق لانه قاعد معانا مش قاعد معاه هو واخد بالك ازاي أه وفين في الاخر حد من الـ من الجهاز الاداري تقريبا جه وقال ايه يا جماعه سابعت كذا ومين يعني مين الاخر اه, أه <applause> فايمن قال له ده تبعه هو هو ده تبعه صاحبه <applause> حبيبه <تصفيق> طيب انت لعبت كام سنه في النادي الاهلي يا حشيش آه من موسم 81 لغايه 87 حققت كام بطولة فيها؟ أه بالنسبة للبطولات الإفريقية أه بطولة ال 82 والثلاثة والتلاتة أبطال كؤوس وشاركت في أول دور في البطولة اللي هي أبطال دوري اللي هي كان آخرها الهلال السوداني الهلال السوداني اه طيب احنا معانا واحد حبيبك قوي اللي هو كان بيجيب لك الناس اصحابك ويحطهم في الاوضه مش عايز يخرجهم ايوه ايمن شوقي ايوه باعت لك رساله عايزك تسمعها وترد عليه ماشي محمد حشيش يعني اخ غالي ومن اوائل الناس لما جيت انا هنا النادي الاهلي 84 كان هو من ضمن الناس اللي استقبلوني وتقريبا زي ما بنقول كده اليومين دول احتواني يعني كان على طول بيعدي عليا ويجبني النادي في الاول وكنا بنروح نتعشى مع بعض اي مشاكل او اي حاجه لان انا كنت لسه انا من اسكندريه فكنت لسه جاي جديد هنا كان هو بيحلها لي هو وشوبير كانوا اقرب ناس ليا ف يعني على المستوى الشخصي حشيش يعني يعتبر اخ وعلاقتي بيه من 84 ممتده لحد دلوقتي حتى برغم سنوات الغربه اللي انا رحتها امريكا 20 سنه انما كنا دايمين نتواصل مع بعض الحمد لله رب العالمين مش عايز اقول ما خدش حظه لانه كان لعيب جامد جدا في مركزه ومن الناس اللي اثرت كتير جدا 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 في دفاعات النادي الاهلي كان في مره ماتش من ضمن الماتشات كنا كسبانين هنا فريق كينيا 6 0 وبعدين ماتش العوده كان في في كينيا بس 6 0 بقى فاحنا مريحين قوي ورحنا في الطريق عملنا عمره فالعمره عملنا اثنين عمره كان الشيخ طه اسماعيل ربنا يديله الصحه والعمر ف الشيخ طه عمل لنا العمره تقريبا في نص ساعه عملنا العمره واحنا بننهك في الاخر مش قادرين نقف فروحنا لعبنا الماتش بتاع كينيا دوت فالمهم دخل فينا جول وبعدين الكابتن علي عبد الصادق عادل وبعدين جت كرة من نص الملعب كده فحشيش جاي شوطها الملعب كان وحش يعني فالكرة نطت وعدت من جنب حشيش كده كان في مسافه يعني بتاع مثلا 30 متر لحد الجول يعني فالفورورد بتاعهم خدها وراح وجاب جول وحشيش باصص كده ومش قادر يجري يعني فقلت له احنا كنا بنقول له شيشه فبقول له في أشيشة ما رحتش وراه ما جريتش ليه وراه فقال لي والله مش قادر يا حماده من العمره قلت له طب الراجل جاب جول يا شيشه قال لي والله نفس الكرة يا حماده من العمره <applause> يعني ساعتها داخل فينا جول وخسرانين بس ما قدرتش امسك نفسي من الضحك وهو حشيش لي بعض الحاجات اللذيذه كده وبعدين كمان خارج الملعب يعني اخ اخ يعني تلاقيه في الازمات فعلا تقول ايه لحبيبك لا ده ايمن ده يعني فعلا حبيب حبيبي حبيبي وأكثر من اخ وعشره عمر بقى كبيره يعني من خلال النادي الاهلي وحتى بعد ما سافر بعد ما سافر كنا على اتصال ببعض يعني في امريكا وقلقنا عليه جدا اما كان آه فتره طبعًا. بتاع تعب وكده آه بس الحمد لله رجع بالسلامه وهو ما يقدرش يستغنى عن مصر يعني كلنا ما نقدرش اه خالص يعني مهما رحنا وسافرنا العالم ده كله خد قرار ورجع والحمد لله وسطينا ومعانا يعني اصعب مباراه في افريقيا لعبتها وقلت المباراه دي لو كسبناها هناخد البطوله كان فاكر انت مباراه ايه آه مباراه آه الاهلي ومولوديه الجزائري في الجزائر م. في بطوله 84 ايوه رحنا كابتن مصطفى كان مع كابتن جوهري رحنا طبعا جمهور غير عادي الاجواء مشحونه من اول ما نزلت من المطار الملعب كان ترتان ها الملعب كان ترتان وكان عندهم بقى يعني وقتها لعيبه بن شيخ ومعرفش لا مين لا هم مين طول عمرهم عندهم فرقه جامده قوي حاجه جامده جدا كانوا فرقه قويه جدا يعني لدرجه ان كابتن جوهري في الفتره دي كان بيلعب مثلا بخمسه تسعه ورا خمسه تسعه <applause> <applause> قدامهم 14 وثلاثه حاجه يعني فظيعه آه ومع ذلك من بدايه المباراه اختراقات والكره تعمل كده والكابتن ثابت يعمل كده لأ الكرة خبطت في العارضه وخرجت ماتش كان صعب يعني طلعنا منه بالعافيه مغلوبين واحد صفر وكان عندنا تحدي مع الفرقه دي لما تيجي لان لو ما كسبناش بقى تطلع كويس نطلع بره فكسبناهم فعلا في ماتش الاياب 3-1 في استاد القاهره وعملنا ماتش كان جامد جدا يعني طيب. اول ما كسبنا الدور ده قلت ان شاء الله هن حن... دي من العقبات اللي كانت طبعا, طبعاً. طيب آه... انت لعبت مع مع الشيخ طه واول ما مسك الشيخ طه انت حصل صدام بينك وبينه اه وبعد كده الشيخ طه طب ايه الصدام اللي حصل كان بسبب ايه الشيخ طه اول ما جه كان في سفريه للاردن م. في كم ماتش ودي كده ثلاث ماتشات هناك فاجتمع معانا قال انا لسه جاي مش عارف الفرقه بس انا هلعب باللي فنشه السنه اللي فاتت هبدا يعني المباراه دي باللي فنشه السنه اللي فاتت عشان ما حدش يزعل يعني آه فرحنا الاردن واول ماتش بعد كان الملك عبد الله رئيس الاتحاد ايوه اللي قابلنا معانا كنت معاك في السنه ايوه اللي آه 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 طبعا اه طبعا آه وفي صور بس ما اعرفش وطلعنا بقى لعبنا في الكويت بالظبط آه ف ااا آه آه خلص الاجتماع قلت له كابتن انا مش هقعد احتياطي يعني حطيتني انا حط كل الفرقه بتاعت السنه اللي فاتت م. اللي فنشت باستثناء واحد بس انا حط مكاني يضيع ف... وضيع ما كانش يعني بيلعب يعني انت عارف كان كنت انا دايما ال الاساسي يعني نعم فقلت له طب بص يا شيخ طه انا مش هقعد احتياطي وانا في لسه ماتشين تانيين آه لو عايز تحطني فيهم بعد كده ماشي ومرضيتش يعني وطلعت قعدت في المدرج. ده كان الأول صدام أول صدام معاه. أول صدام. بعد الماتش ما انتهى بالليل آآ عمل آآ محاضرة وبعدين آآ قال آآ إن الكابتن حشيش النهارده اتصرف تصرف يعني غلط وبما إننا يعني ماشيين بمبدأ الصواب والعقاب فأنا هخليه ينزل القاهرة بكرة يعني. أنا بقى مش هسكت يا كابتن مصطفى. أنا كابتن التيم أنا ساعتها. طبعًا. مم. وفي وسط انا قاعد كمان انا يعني صغير في وسطي كنتوا كبار وكابتن خطيب و... فقلت له استنى شيخ اولا انا ما مع... انا ما مع... مع... قعدت احتياطي وما رضيتش اقعد احتياطي عشان انت قلت كذا 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 وانت اللي ما نفذتوش فقال لي خلاص الموضوع انتهى واتقفل وبتاع قلت له اذا كنت انت عايز تمشيني بكره انا عايز امشي النهارده طلعت طبعا انتوا طلعتوا جيتوا لي الاوضه انت وكابتن خطيب هو كابتن تصرف... يعني انت قلت لي ما سبتلناش حاجه ان احنا نقدر نقول له مثلا الحقيقه تصرف منك خطا طبعا مليون آه. في المية آه. مفيش خبرات وقتها صغير لسه م. وقلت انت حتى قلت لي يا كابتن مصطفى وقتها ما سبتليش حاجه اعملها ككابتن فرقه كنت هدخل اقول له معلش ده صغير وما يقصدش خصم مش عارف كم دولار بتاعه و... وتفضل قاعد يعني م. بس الحقيقه قبل ما امشي الصبح طلب يشوفني فنزلت له في الأوضة وكده قال لي بص أنا عارف أنت بني آدم متربي, متربي كويس قوي أنا عارف وأهلك ناس طيبين وأنت مؤدب بس أنا معرفش أنت عملت الكلام ده ازاي وبعدين ده أول موقف مع ولا... اللعيبه يحصل آه ولعيب صغير مش لعيب كبير اللعيب ما يقدرش يمشي كلامه على المدير الفني عشان كده احنا قفلنا بقينا دي دي دروس يا كابتن مصطفى الواحد آه. اتعلمها بعد كده وعايز اقول لك قال لي انزل لمصر واتمرن كويس قوي وتاكد ان انت الموضوع ده انتهى بالنسبه لي وهتاخد حقك وزياده وفعلا ما انا لسه سنة. سنة. قبل آه. ما ارجع لان عندي عندي فاصل آه قبل فعلاً. ما نطلع على الفاصل انت بعد ما رجعت هل فكرت ان ممكن آه كابتن طه اسماعيل ان يبقى حاطك في دماغه ولا نازل لما نزلت من الاردن ايه اللي انت فكرت فيه؟ قلت خلاص انا بطلت مع مع كابتن طه ولا ايه اللي انت فكرت فيه؟ انا فكرت استنى بس ايوه طيب انت على طول كده ماشي بس. هناخد فاصل ونواصل ماشي. حلقه الليله من المجد اهلا بحضراتكم بعد الفاصل حشيش يمكن احنا اتكلمنا قبل الفاصل وقلت بعد رجوعنا من الاردن وكان الكابتن طه كان قاعد معاك قبل ما تنزل على طول وده كان قرار تربوي صحيح وانت بتتكلم دلوقتي وبتقول ان انا فعلا دي غلطه من غلطاتي طبعا في في في, في مشوارك بتاع الكوره لما رجعت مصر وقابلت الشيخ طه هل انت قلت ان بقى حاططني في دماغه ومش هلعب ده ممكن يبطلني؟ ايه اللي دار في ذهنك بعد كده؟ بص انا طبعا انا راجع بقى بضرب اخماس في اسداس طبعا وقلت بقى ايام سودة جايه. م. يعني بعد ما رجعوا من الـ من الاردن طبعا الموقف جامد واول احتكاك و... وكنت قلقان بصراحه اتمرنت كويس آه. قوي واول ما جه فأول تدريب خدني على جنب وقال لي الأخبار التدريب هنا ومنتظم أنا عرفت إنك منتظم وتمرن كويس وكده تأكد بقولها لك قلتها لك في الأردن وبقولها لك هنا هتاخد حقك عمري ما هظلمك هو راجل عادل وقد كان يا كابتن مصطفى أه. يعني عمري ما قابلت شخصية عادلة زي الشيخ طه خدت حقي وأكتر سنة في مشواري مع النادي الأهلي ألعب يعني أكبر نسبة مشاركه كانت مع فترة اللي هي الفتره اللي هو تولى فيها هو كان بالظبط كده. كده طيب اصعب مباراه في افريقيا انت قابلتها كانت مباراه ايه؟ آه زي ما قلت لك هي مباراه طبعا المولوديه الجزائري دي كانت صعبه كذلك برضو آه آه كانوا نيويندي ليه؟ لان نتيجه المباراه الاولانيه كانت واحد صفر م. وكنا تقريبا كانوا نيويندي وقتها كان قوام منتخب الكاميرون طبعا فرحنا هناك بقى قلنا بس في الكاميرون وانت عارف الاجواء برضه بتاعة زمان والسفر الطويل والحاجات اللي كنا احنا الصعوبات اللي كانت بتقابلنا فقلنا ربنا بقى يعني يستر يعني. الحقيقه الماتش عدى على خير وجي فينا بس هدف واحد ولعبنا ضربات جزاء وكسبنا في ضربات الجزاء. طيب بعد ما كابتن طه ساب الفرقه في سته اخر 86 بالظبط اخر مباراة كان الدوري ده احنا كسبناه كان 87 هي كان الموسم هو كان موسم 86 87, 87. اه انا كان اخر مباراة لعبتها كان في افريقيا بتاع ابو لهي الكيني ايوه كسبنا س كسبنا 6-0 انا اللي 6 -0. عملت الستيوال بالظبط بالظبط وكان اخر مباراة ليا في الدوري العام كان مع المحلة في المحلة في الدقيقة 94 او 95 تمام جول اللي انا كنت سجلته تمام لأ. انا بعدها قررت الاعتزال ايوه انت بعد كده كملت ولا قلت بقى لازم ابقى هاخد قرار ان انا امشي او اعتزل او اللي انت فكرت فيه بعد كده بص يا كابتن مصطفى انا بعد انتهاء الموسم بتاع الشيخ طه خدنا راحه بين الموسمين حوالي اسبوعين مظبوط كده وبعد كده بيتعمل اجتماع بقى اللي هو في بدايه الموسم م. كان الجهاز اتغير وجي طبعا الكابتن صلاح حسني مدير كوره والكابتن انور سلامه وكان في مدرب آه بس لسه ما وصلش القاهرة اسمه باتلر كان جاي مدرب انجليزي فالمهم انا فوجئت الاجتماع كان يوم سبت ففوجئت قعدت مع كابتن صلاح حسن اه فوجئت قبلها بيوم بيبعتوا لي آه قالوا لي كابتن صلاح عايز يقعد معاك طب يا جماعه بقى مع فايس ها لا ده كان لسه فايس كان لسه بيس آه, بيس اه كان باتلر مدرب اسمه باتلر جاي بس جاي ما كانش لسه جاي يعني كان جاي اه اه فقلت لهم ده الاجتماع بكره يعني طب ما تخلوني لبكره اشمعنى النهارده؟ فقال لي لا هو عايزك يعني بيأهلوك يعني اه فدخلت الحقيقه صدمه عمري بقى اتخذتها من كابتن صلاح هو يعني حبيبي لغايه دلوقتي طبعا كل ما بنتقابل دلوقتي يعني وبنتكلم بقول له فاكر؟, فاكر قولي <applause> له هعمل ايه؟ المهم سنه الحياه في النادي الاهلي بس الطريقه كانت صعبه يا كابتن ايه بقى الطريقه دي. ايه اللي حصل؟ انا دخلت قلت ايه بقى؟ طبعا انا كلمت بقى زمايلنا في الفرقه يعني المقربين فقالوا لي يعني هم اقول لك شد حيلك السنه دي انت السنه ما شاء الله هنعتمد عليك اكتر اي حاجه يعني اه اه كنتش متخيل يعني فلقيته ايوه يا كابتن صلاح في حاجه معينه يعني فقال لي بص يا محمد اللجنه الفنيه اجتمعت و مين كانت اللجنه الفنيه بقى ساعتها؟ هقول لك اه مش عايزينك قلت له مش عايزيني؟ مش عاوزينك؟ على طول كده قلت له مين اللجنه الفنيه؟ قال لي الكابتن صالح والكابتن طارق والكابتن حسن حمدي والكابتن احمد ماهر والكابتن انور سلاق عدلي مثلا بتاع سبعه. قلت له يا نهار اسود كل دول قاعدين عشاني ولا ايه؟ آه. فقلت له طيب انا من حقي اعرف الاسباب. قال لي م. لا ما سألنيش على الاسباب. م. قلت له لا من حقي اعرف الاسباب. قال لي لا هي دي قرار اللجنه. م. قلت له طيب هل الشيخ طه مقدم تقرير فيا وحش؟ قال لي لا. ده اللي دار في ذهنك انت. اه مثلا. آه. قال لي لا. قلت له طب انت مش عارف. المهم بعدها قال قلت له طب المطلوب مني ايه يعني انت جايبني عشان يعني ما امشي خلاص همشي يعني طول عمرك عندك مشاكل يعني انت فاهم ازاي فايه المطلوب قال لي انت عارفين ان انت ابن النادي وراجل متربي في النادي ومش هتروح اي حته تانية فقدم لنا طلب اعتزال قدم لنا طلب اعتزال آه منك انت اه قلت له كابتن صلاح انت عارف انا عندي كام سنه اللي قدامك ده عنده كام سنه ده انا هتم 25 في اكتوبر اللي جاي واحنا كنا في يوليا تقريبا اه, حاجة. آه قال لي بقى هو قلت له ما يعني ولا عندي اصابه ولا عندي ركبتي كذا ولا ما اعرفش ايه فيش اصابات وعندي خمسه ابطل ازاي؟ آه قال لي هو ده العرض اللي انا بقوله لك مين اللعيبه اللي كانت طالعه في الوقت ده بعديك؟ آه هاني رمزي آه كان الكابتن انور بقى ايه مسك الفرقه مع الخواجه الاجنبي ايوه ايوه وعايز يطلع هاني من ال كان هاني ومين؟ هو هاني وقتها اللي كان يعني بارز شويه اللي كان يعني في الصوره يعني اللي كان في الصوره اه فقلت له طب يا كابتن صلاح العقل بيقول مع احترامي الكامل للجنه الفنيه اصل انا دايما اناقش يا كابتن مصطفى ما بسيبش اي حاجه حد كده عارفك اه فقلت له الراجل الخواجه اللي جاي ده هو اللي يحكم سيبوني في فتره الاعداد هو اللي يحكم قال أوه. لك وحش امشي أوه. انما مع احترامي الكامل للجنه الفنيه يعني على عيني وعلى راسي بس ده مش منطقي يعني وانت لسه بتقول ان انا ابن النادي طب انت بتعمل مع ابن النادي كده بتقول لي الكلام ده يعني قال لي بص هو ده اللي انا عندي و, و... صوره بين الهالك يعني اه صوره بين, بين اهالي وبعدين انت لك صندوق لاعبين وبتاع وانت عارف ده مرتبط بالاعتزال مش مرتبط ان انت تروح حته تانية وكده و... قلت له طيب افادكم الله ورحت طبعا ماشي وانت ماشي كده مروح لا لا ده كان حاجه روحت البيت بقى طبعا ايه اللي ضار في ذهنك؟ طب انا هروح حته تانية والعب او هسافر في اي حته او كان انما مش هبطل. بص ايه اللي ضار في ذهنك؟ بص كابتن مصطفى انا انا عايز اقول لك اسود يعني هم موقفين في حياتي. م. او دلوقتي بقوا ثلاثه يعني. وفاه والدي ووالدتي والموقف ده. الله يرحمه يا يعني الموقف ده انت انت واحد بيقسمك نصين فجاه انت عندك طموح. آه. جايبك عشان يقول لك شد حيلك بقى انت هتبقى كذا عندك اصابات ما عندكش اي حاجة. خالص اكتر نسبه مشاركه, مشاركة. آه. في في الفرقه السنه اللي قبلها مع الشيخ طه الدوري وكاس وكاس افريقيا مدى الحياه كل ده انا لاعبه فانت تيجي مره واحده تقول الكلام ده ايه المناسبه يعني ايه المناسبه م. فالمهم طبعا انا الدنيا سودت وقلت مش عارف افكر وبعدين ابتدى بقى الصحفيين يتكلموا عشان طبعا انت رايح زمالك انت رايح كذا بعدت ورحت قعدت في اوتيل في الهرم كده آه انت عارفه والحقيقه برضو ما انساش للكابتن الخطيب م. يعني الموقف ده اتفاجئت انه هو ما كانش فيه موبايلات وقتها اتفاجئت انه بيكلم الاوتيل عرف ان انا هناك يعني م. انا رحت قعدت شهر هناك في الاوتيل ده يعني عشان محدش عارفك محدش وزع دماغي خالص بقى والناس بتصطاد بقى في حاجات وهتروح كذا آه، و... كان و... هو اداره ولا كانش كان لسه لعيب بيلعب اه اه كان لسه لعيب اه, آه. فا يا ولد انا جاي تعزمني على الغدا عندك امم فقلت له اتشرف يا كابتن طبعا يعني المهم جه هو اللي عزمني بصراحه على الغدا يعني هو اللي دفع؟ اه هو اللي دفع يعني وسبته يدفع؟ آه. <applause> طيب يعني هبقى موت وخرب ديار <applause> <applause> ولقيته جايب لي اخر مرتب ليا في النادي أو كان قبلها بشهر يعني اه وقال لي طبعا يعني انا مش عايزك تتأثر وانت لعيب كويس وانت راجل يعني مؤدب وطبعا احنا كلنا كزمايلك مش عارفين الموضوع ده يعني اتعمل ليه بس دي قرارات ما نقدرش ان احنا دي حقيقة يعني نعملها وده مجلس اداره ولجنه فنيه وكلهم كباتن كبار وانت بس الاهم ان انت ما الثقه وفكر كويس و... ولما تاخد الخطوه الجايه خدها كويس وكده وربنا يوفقكوا مستعجلش اه يعني فدي من مواقف الحياه برضو اللي ما نسهلوش يعني مع... معايا طيب انت خدت قرار انك تلعب كوره تاني ولا خدت قرار ان انت خلاص هتبطل أه لا انا قلت هلعب تاني بس هلعب فين دي بقى يعني صعبه ما فيش حد بقى يعني الصحافه كلها عرفت انك خلاص لازم تعتذر وحاجات زي كده آه. فيش اهلي ما فيش زمالك هقول مفيش... لك يا كابتن مصطفى الحقيقه انت برضو كنت من الناس اللي وقفت جنبي بعد الموضوع بتاعي ده وانت اللي وفرت لي يمكن ناس كتيره ما تعرفش او في ناس ما تعرفش الموضوع ده إيه؟ ان انت اللي جبت لي الريان القطري الريان فاكر عن طريق محمد سويدي ومنصور آه مفتاح آه وكده آه آه وسافرت معاه على الطياره من هنا وانت كان لك علاقات كليهم كبيره بيهم كان ليهم هنا عاملين مع معسكر هنا في مصر ايوه آه آه وانت عشان في صداقه فرحت لهم اه عشان رحت لهم وكده لا لا مع محمد اصل حبيبي و ومسور آه 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 قلت لهم قلت لهم خدوا ده لعيب كويس وكذا كذا وبتاع وفعلا رحت لعبت في الرياض قلت اقول التذاكر وطلعت معاهم ورحت لعبت في ريال قطر قعدت قد في الرياض؟ آه هو ثلاث اربع شهور لان انت عارف الدوري هناك آه هم كلهم خمس فرق ولا ست فرق, 8 فرق آه, آه, اه رجعت من قطر رجعت من قطر كنت قاعد في البيت لقيت البواب بيقول لي في واحد عايزك تحت مين يا عم ما اعرفش نزلت واحد عايز فلوس لقيت الله, رحمه <تصفيق> <تصفيق> الله, رحمه كابتن الله يرحمه لقيت الله يرحمه كابتن عزمي مجاهد عزمي الله يرحمه ويحسن اليه جاب العربيه 28 بتاعته كده اه واخد بالك وحاجه كبيره طالعه منها وانا ما اعرفوش اساسا اه قال لي انا فلان الفلاني آه كابتن حماده امام عايز يقابلك فقلت له قال لي عايزك تلعب في عايزك تيجي بكره النادي وكده. قلت له لا بص الزمالك يعني معلش اعذرني انا مش هدخل للنادي بس ممكن احتراما لكابتن حماده وكابتن حماده كان حبيبي يعني اروح له بره النادي يعني. أوه. فقال لي طب خلاص تعالى عشان ما تحسبش عليك اه مكتب حسن ابو الفتوح في سور نادي الزمالك والكابتن حماده معايا. رحت وقابلته قال لي طبعا انت لعيب كويس واحنا عايزينك تبقى يعني معانا كانوا لسه مغلوبين الزمالك مغلوب خمسه من كوتوكو كان حتة الليبرو دي صعبة اه 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 كان ابراهيم يوسف بطل كان ابراهيم بيلعب في قطر وكان ركبته بايظة اه فالمهم رحت آه آه قال لي آه تيجي النادي وتدخل دلوقتي المهندس حسن ابو الفتوح وراح شيك ب 50,000 جنيه طبعا 50,000 جنيه 87 دي كانت آه حاجة جامدة جدا يعني تجيب لك موتوسيكل اه بالظبط كده <applause> ورغيفين فينو <applause> 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 المهم رحت قلت لك كابتن يعني معلش اعذرني بس سيبني افكر شويه نعم رجعت على البيت قعدت برضو اربع خمس ايام انا برضو مش في دماغي قوي يعني جالي الكابتن عزمي تاني وقال لي كابتن عصام بهيج الله يرحمه عايز يقابلك برضو قلت له بره النادي مش عايز اخش النادي قابلته في محل بتاع اللي هو اللي جنب نادي الزمالك بتاع علاء الحمولي اه اه الاسطوره بتاع ايوه بالظبط قلت الفته اللي هناك؟ لا ما كانش حاجه ده انا هو آه. على الواقف لأنه كنت عايز يعني مش ع... انا عرفت اتجاهي انت كنت واخد قرارك انك خلاص مش عاوز تروح بس إيه. احتراما للناس دي ناس مقدراك لازم اروح طبعا طبعا فقال لي انت انا انت لعيب كويس وانا عايزك في الفرقه وفاضل مكانين مكان جون انا جبت حسين السيد والمكان التاني ده انت ان شاء الله قلت آه. له معلش برضه سيبني افكر مشيت كانوا جايبين حسين السيد من اسكو تقريبا من اسكو اه كان آه. طبعا آه كنت انا بقى بعد طبعا انا برضو يعني طنشت وما بقيتش يعني اتكلم والعلاقه دماغي, دماغي واحنا في آه والحته دي حلوه دي برضو يا مصطفى قوي ان انا كنت بروح النادي انت عارف انا عضو طبعا مش مش هسيب النادي يعني كنت بروح العب مع فرقه الشمس اللي هو محمود حلمي والدكتور حسن مصطفى آه طبعا ده ماسك فرقه وده ماسك فرقه والتخبيط والكلام ده فلقيتك دكتور حسن مرة بيقول لي يا محمد عايزك تجي لي دكتور مصر. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ايوه اللي عمل طفرة في كرة اليد على مستوى العالم شخصية جميلة وشخصية أوي. عظيمة يعني إن شاء الله, يعني. الله يبقى موجود في حلقة معانا لو لينا عمر يا رب إن شاء الله إن شاء الله. الله فقال لي تعالى لي بكرة في الشركة بتاعتي تاني يوم خدت بعضي ورحت قال لي بص أنت لعيب كويس وخسارة وأنا مش عارف النادي عمل إزاي تمشي ما أنا مكسر الدنيا بقى معاهم في الشمس وبكسبه أه. على طول اه الدكتور حسن حاجة جميلة جميلة يعني. أوي. آه المهم فقال لي أنا تحب تلعب في ألمانيا؟ قلت له طبعًا يعني أحب طبعًا. ما ترددتش راح اتصل بالتليفون بيتصل بمين بقى؟ مدرب اللي هو اسمه أوتور هاجل. اه طبعًا. شيخ المدربين في ألمانيا آه وكان آه بيدرب بريمن اللي واخدين الدوري. أيوه. قال له عندي كذا 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 فقال له بعته لي حسن آه يقعد شهر عندي، لقيته كويس هخليه معايا. عملت فترة تعايش بقى. اه. أقل شوية أنا هوديه نادي بمعرفتي هناك في ألمانيا. قعدت يا كابتن مصطفى أنا بقى ما ما كانش في احتراف وقتها بقى أنا معقول هلعب في ألمانيا؟ أنا معقول أروح طلعت التذكرة وبقيت أأجل الأسبوع ده طب خليها الأسبوع الجاي. طب خليها الأسبوع الجاي. الأثناء دي كلموني بقى المقاولين العرب. أوه. كان آخر ماتش في الدور الأولاني ضد النادي الأهلي. اه طب تعالى عايز كام وكده؟ قلت له مش عايز فلوس خالص بس عايز السجنة تبقى في جيبي. أه. العب بقيه الدوري والكاس وخلاص ما رحتش المانيا ما رحتش المانيا جو فقر اه جو فقر فعلا دي كانت ممكن الله العالم يعني كانت نقطه تحول كبيره طبعا يعني. طبعا طبعا وانت رايح معرفة حد مش رايح كده يعني لا دكتور مش واخد الصفة. شنطه رحله سعيده ورايح أه. يعني واخد بالك ادي الفريق المقاولين اهو اه من اولاني مين الاولاني عصام مرعي عصام مرعي وبعدين انا وبعدين زيزو احمد رمضان احمد سعيد مصطفى محمد سيد اهو محمد السيد على <applause> البدله بقى <applause> لا ما ده مسلمها قلت له ما تجيش بيها الموليد وادي الفرقه تانية برضو هي اه دي كلهم برضو في خالد عصمت وفي مم. حسن وجمال سالم ورا و... اهو محمد يون بالظبط وناصر محمد الله يرحمه آه ايوه يعني لعيبه طبعا ده آه. كاس مصر سنه 90 خدنا كاس مصر خدت كاس مصر معاهم آه. ها وادي علاء نبيل اهو كمان علاء نبيل محمد عمر و... محمد عمر علي شحاته وعلي علي شحاته شحاته ان شاء الله هيبقى معانا في حلقه برضو ان شاء الله راجل شخصيه جميله علي اه طبعا بس يا كابتن فقلت لهم استغنى تبقى في جيبي لان إن انا حاطط في دماغي هتطلع المانيا ان انا لا انا راجع الاهلي السنه اللي بعدها انا كل دماغي في الاهلي بصراحه م. يعني حاطط في دماغي انت عارف في الفتره دي يا كابتن مصطفى كان الاجهزه بتتغير كل سنه فانا حاطط في دماغي ان ال... الواو اللي كانت موجوده دي هتمشي آه. آه. <applause> ما مشيتش ما <applause> مشيت انت اللي مشيت انا <applause> اللي مشيت فكملت معاهم لعبت معاهم القصه دي اه وجينا بقى السنه اللي بعدها استنى ان الجهاز يتغير بتاع الاهلي عشان اروح ما فكرتش انك تطلع المانيا؟ ما فكرتش يا كابتن خلاص انا كنت قلقان وما عنديش ثقه انا معقولها هروح المانيا انا يعني فقدت الثقه انا بعد ما, ما سبت النادي الاهلي الأهل طبعا الثقه أكيد. أكيد. اكيد اكيد يعني. اكيد اكيد فبعد القصه بتاعت المقاولين بقى رحت طبعا ماضي بقى خلاص مكمل مع المقاولين يعني انت كنت عامل شرط جزاء ان الاسلام تبقى في جيبك من الاول على امل زي الاسماعيلي كده الحظ بقى اللي مش كويس ما هو التوفيق وعدم التوفيق طبعا اول ما مضيت مع المقاولين الجهاز اتغير بتاع الاهلي وجي فايتسا اه فايتسا ده بيسالوه عن الكره المصريه تعرف الكره المصريه اول ما جه بقى اه فقال لهم يعني اعرف حاجات بسيطه وبتاع في لعيب عندكم اسمه حشيش لا والله فقالوا له, له ده ده ايه حشيش يعني فايتسا كان المدير الفني بتاع منتخب كلمة النشين كلمة حشيش 25 سنة افتكر يا شرب 25 سنة افتكر شرب اه فكان المدير الفني المنتخب المانيا اللي قابلناه في كاس العالم ناشئين اللي احنا كسبناه اه في في وانا كنت واخد احسن لعيب في المباراه دي اه وكرموني في المباراه دي وخدت احسن لعيب بعد كل ده حش... اصل حشيش دي ما تتنسيش اه طبعا والله الراجل كان صاحب مزاج كان صاحب مزاج أوه. بس ف... فقلت الحظ لو انا ما مضيتش مع المقاولين كان ممكن رحت عرضت نفسي عليه فكان برده رجعني النادي تاني ما كانش فايده بقى خلاص بس يعني. كان المقاولين هسيبك بقى ساعتها آه ما انا كنت قبل ما امضي انا قلت يا ريت جيت ده انا بعد ما مضيت مثلا بشهر ما انت جيت. بعد ما مضيت اه فكرت زي ما فكرت في... مع الاسماعيلي لا ده انا هقول لك الم... المقاولين عمل ايه بقى بعد ثلاث سنين يا كابتن مصطفى او سنتين النادي الاهلي طلبني انا بشوفها شخصية. كنت عملت مستوى كويس في مع المقاولين ورحت منتخب مصر 88 مين اللي طلبك؟ اه انا بصراحه مش متذكر هو عضو كان مجلس اداره يعني وقال لي بترجع كان فاكر انت اياميها اما الكابتن سايس مسك فتره ده 86 في خالص لا كانت 89 90 او 90 لا انا ما كانش معايا 90 91 اه 90 91 اه غير آه 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 المره الاولانيه دي اه اه, آه بالظبط كده فطلبوني ورحت الكابتن جمال العقاد كان مدير الكوره وقتها في المولين وقلت له النادي كذا كذا وانا نفسي ارجع الاهلي برضه. م. كنت لعبت ثلاث سنين معاهم يعني او اربع سنين. المهم فراح لمجلس الاداره فقالوا له احنا عشان ما نبوظ علاقتنا مع النادي الاهلي ما نبوظهاش نطلب فيه ميت ألف جنيه. م. لو دفعوا ال ألف جنيه يبقى احنا عملنا الحاجتين ما كانش احنا داخلين نلعب في افريقيا عشان واخدين آه. كاس مصر معانا فطبعا النادي الاهلي انا مشيته من اربع سنين وقلته عايز يبطل اجيبه ب ألف بعده كان لسه الارقام ما حصلتش يعني م. فدي كانت اخر فرصه ان انا ارجع النادي يعني خلاص مضيت مع المقاولين خلاص وكملت بقى حققت مع المقاولين بطوله كاس مصر ولعبنا في البطوله الافريقيه طلعنا في الن الدور النهائي معاهم في البطوله العربيه اللي كانت في دبي ابطال الكؤوس دي وصلنا النهائي برضو مع الاولمبيك البيضاوي امم وخدت برضو احسن لعيب هناك وجالي عقد تونس بقى الملعب التونسي من هناك من هناك كلموني هناك يعني رحت تونس رحت تونس اه قعدت قد في تونس موسمين موسمين اه دي كانت بالنسبه لك دي مرحله مرحله جديده انت بتثبت نفسك فيها ومن احلى المراحل لان انا لعبت مع النادي الاهلي ولعبت مع الريان ولعبت مع المقاولين فصعب بقى ان انا يعني عايز حاجه مختلفه يعني طب وانت في تونس ما فكر في النادي الاهلي انت سمعت مثلا ان ده الاهلي الندمان ان سابك ولا الكلام ده كنت؟ اكيد كنت بسمع طبعا والراجل اللي انتوا كنتوا عايزين تبطلوه بيلعب كوره لحد دلوقتي يعني من من خمس سنين الراجل بيلعب كوره محترف في تونس يعني م. ومحترف في نادي كبير زي الملعب التونسي يعني من من الانديه العريقه يعني تونس اه تونس كمان كان عندها ومن احلى فترات اللي لعبتها كابتن مصطفى لعبت موسمين لعبت موسمين ووصلت معاهم لكاس تونس مع الافريقي اه آه يعني لا عملت مباريات كويسه وكنت على طول بيعملوا حاجه اسمها منتخب الاسبوع كنت دايما انا ومغاريا آه, اه اه على طول واخدين آه آه احسن لعيبه يعني انت ما بعد ما رحت تونس ورحت آه انا عندي هنا كمان نست في عندي تقرير اه, آه واحد حبيبك كان انت لعبت مكانه في الحته اللي هو كان بيلعب فيها الواحد لعبت مكانه اه او لعبت جنبه اه, آه كابتن ماهر سلام ماهر همام يا سلام. كمان من اعظم اللعيبه اللي لعبت طبعًا. في المكان ده بس طبعًا. كان حظه وحش في الاصابه أيوه. نسمع ماهر بيقول ايه ونرجع تاني نخلص كلام محمد من مدرسه النادي الاهلي يعني بدا من مدرسه النادي الاهلي ومر بقى طبعا بالمراحل السنيه من خلال المدربين العظام اللي اشتغل معاهم على راسهم الكابتن هاني مصطفى والكابتن محمود السايس الله يرحمه حشيش مر مراحل جميله جدا في المراحل السنيه وكانت كل الناس متنبأه له ان هو ان شاء الله هيكون له مكان في خط ظهر النادي الاهلي، انا فاكر ان محمد حشيش سنه 81 لعب اول مباراه معانا افريقيه كانت الاشغال الصومالي. واخد ودي يعني كانت اول مباراه يشارك فيها بصفه اساسيه، وبدأ بعد كده يبدأ يخش في حته الاشتراك مع الفريق الاول، هو في المرحله دي كان في منتخبات منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومنتخب الاولمبي هو برضه كان موجود بصفه اساسيه في المنتخبات وانا فاكر ان هم كان ليهم المركز الثالث مع طارب وزيد في, في في كاس العالم للناشئين اه فوصل برضه بمرحله كبيره جدا بالنسبه لل للعب الدولي لكن زي ما بقول لك الحته كانت زحمه في الفتره دي هو فكر إنه هو شوف الشخصيه بقى هو فكر عايز يلعب فراح المقاولين العرب يعني لما راح المولين العرب لعب مع العرب بصراحه وحقق معاهم نتائج كبيره جدا وبعدين كمان من جرؤته بقى ومن شخصيته ومن دوافعه ان هو فكر انه يحترف خارج مصر كان اول لعيب مصري يحترف في الدوري التونسي انا فاكر الملعب التونسي ودي كانت جرأه كبيره جدا من حشيش ففعلا راح اتعاقد مع الملعب التونسي عن طريق المبلغ العرب وانا فاكر ان حشيش حقق معاهم بطولات في الفتره اللي لعبها يمكن لعب اكتر من سنتين حشيش من الناس المحترمه جدا علاقاته بالناس كلها علاقات حميمه عايز اقول لك هو كمان لما اتجه الاتجاه الاداري كمان تفاوض بشكل كبير يعني حشيش انا تخيلت انه هو ممكن يكون مثلا بيحب التدريب بيحب الاداره أه أه لما اتجه للجانب الاداري أه يمكن فادنا كمان في منطقه القاهره حشيش يمكن دلوقتي بيعتبر المسؤول الاول والاخير في منطقه القاهره في أه 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 تجهيز دور البراعم تجهيز دور الناشئين الاكاديميات فبصراحه انا شايف ان حشيش احنا قيمه وقامه بنستفاد منه بشكل كبير عايز اقول لك يا فاروق أه كانت دي مقوله الكابتن صالح المطلوب منكم يا اولاد النادي هو كان يقول كده كابتن صالح الله يرحمه انك انت تخدم النادي وانت خارج النادي يعني خد بالك مش تخدم النادي وانت داخل النادي لا ده انا محتاجك وانت خارج النادي كمان انك انت تساعدني تقدر تشوف اللي لعيبه كويسه اذا كنت اداري تقدر تحطنا على الحاجات الاداريه اللي تخدم النادي فحشيش بصراحه يعني ابن بار للنادي الاهلي عمرنا ما سمعنا مشكله حشيش عملها داخل الملعب او خارج الملعب هتقول ايه لحبيبك؟ ده حبيبي الكابتن ماهر يعني من الشخصيات الجميله اللي اتعلمت منها اه ووقف جنبي في حاجات كتيره طبعا اثناء اللعب استفدت منه كتير وكان على طول بيديني خبراته وانا اعتقد ان هو من احسن المساكين اللي جم مصر يعني. حقيقة. بعد الاعتزال احيانا اللاعب الل نفسه او ال او الشخص نفسه او الفرد نفسه بيفكر انا عاوز اشتغل في التدريب عشان ابقى في, في قلب الفيلد ده نفسه او اشتغل عمل اداري مدير كوره او اخش مجلس اداره في النادي او الحاجات اللي انت عارفها دي اللي كلنا كنا بنفكر فيها انت سبت الكلام ده كله انت اشتغلت في ايه انا كابتن مصطفى بعد ما بطلت الوضع الطبيعي اللي هو موضوع التدريب نعم وخدت الدورات التدريبيه وكل حاجه بس لما كنت بروح النادي الاهلي كعضو عادي بروح ايام تعيين الاجهزه الفنيه في قطاعات الناشئين وكده كان بصراحه المدربين بيصعبوا عليا قاعدين كلهم في الجنينه وكل واحد مستني هتاخد هتحط النهارده دي سنة أعمل... بس حقيقي. انا محا... ما انا كل مش معقوله كل واحد يبطل عاوز يشتغل في النادي الاهلي شوف على مدار الاجيال دي كلها يعني هيشتغل مين ما هو عشان كده يا مصطفى انا عمري في حياتي ما بروح لحد اقول له انا عايز كذا انت معتز بنفسك يعني. على العكس بقى يعني الحمد لله يعني بزعم ان انا بخدم الدنيا كلها الصغير قبل الكبير انما عمري في حياتي ما هروح لحد اقول له انا عايز كذا يعني فمن انت هنا اه واحده آه. هل انت النادي الاهلي لو طلب منك دلوقتي دلوقتي حالا آه. اي خدمه مش هتعملها ده في ثواني ما انا بعمل خلال آه. فتره اللي بيحب النادي الاهلي طبعاً. او بيخدم الكيان طبعا من بره غير من جوه انا كلام. طول عمري يا كابتن مصطفى بخدم النادي الاهلي من بره وعمري ما اشتغلت في النادي الاهلي ولا طلبت النادي بز... هو في النادي. ده ما هو دول ولاد النادي الاهلي رغم إن روحت لعبت في المقاولون لعبت في تونس وسافرت والنادي هنا والنادي الاهلي طول عمرنا بنقول ده كيان كبير وليس اشخاص بز... لو كان خلافي زمان مع حد مشاني ولا كده ده وجهه نظره بالظبط كده انما بالزبط. النادي الاهلي هو كيان ما, ناد... ما, ينفعش ان انا موجود احب النادي وبره النادي يبقى ما بحبوش وما ينفعش, على مدار السنين دي كلها والنجوم اللي بطلت طبعا في الاهلي لا ما ينفعش يشغل مين ولا هيعمل ما إيه؟ ينفعش ما ينفعش دي حقيقه الواحد ما. بيقولها يعني ما والله. ينفعش يا كابتن انما عشان مش هطلع بعض الناس اللي بتطلع تهلف في الكلام وتقول لك اصل النادي الاهلي مش لا لا لا, لا. مش خالص لا. خالص طب انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن مصطفى يعني اعذرني في اللي هقوله يعني ما انت كنت من احق الناس انها تشتغل في النادي الاهلي عمرك ما طلبت ولا ولا لحد هذه اللحظه خالص ولغايه هذه اللحظه انا عارف ومتاكد مع ان انت قيمه كبيره جدا كلاعب كوره وكاسم في النادي الاهلي يا حشيش النادي الاهلي ده خير علينا كلنا تمام. من غرفه الملابس عامل غرفه ملابس لاي رئيس نادي جه لان انت ما قلت النادي الأهلي ده, ده كيان صحيح والنادي صحيح. ده هو اللي ادانا الاسم هو اللي ادانا الشهره هو اللي ادانا والفلوس اللي جات لنا كلها جت لنا من امام مظبوط مظبوط اشتغلت ايه انت بقى انا بقى, بقى فكرت ان انا خلاص مفيش تدريب فابتديت اخش في مجال اللي هو المعدات المطابخ اللي هي الكوميرشال التجاريه بتاعه الفنادق والقرى السياحيه انت بتحب الاكل بقى لا خالص ما انت عارف والله ما انت عارف بس لقيت المجال ده كويس وكان ابن خالتي الله يرحمه يعني من اكبر الشركات في الحته دي اشتغلت فيه اتعلمت بقى واشتغلت فيه لغايه ما وصلت دلوقتي استشاري كمان استشاري فيه بس طبعا سبته إلى حد ما يعني بشتغل كده من بعيد لما دخلت بقى العمل الإداري بقى في الكورة تاني. آه. آه كنت سنة 2011 آه عضو مجلس إدارة في فرع القاهرة تحت الكورة فرع القاهرة ومن تاني سنة بقيت المدير التنفيذي لغاية النهاردة عشر سنين اهو. فده المجال بقى اللي أنا يعني كم ما قدرتش طبعا أبعد عن الكورة يعني. من خلال إدارتك في منطقة الكورة أنت رئيس منطقة الكورة. مدير التنفيذي هو. مدير تنفيذي. وليك صله باتحاد الكوره طبعا الكره المصريه فين دلوقتي؟ والله يا كابتن مصطفى يعني يمكن عشان انا محتك في او في المطبخ او محتك بالموضوع ككل احنا في حاجات كتيرة جدا عايزه تتغير عايزه؟ تتغير وكل ما يجي حد يقول لك بص اول حاجه الكلمتين اللي بقولها هنغير وهنعمل وبتاع ويبقى الحال على ما هو, ما هو عليه اه عمرنا آه ما هنوصل لم... آه احنا الهدف الاساسي ايه؟ هو منتخبات قويه ربعاً. يعني الدوري والحاجات اللي بتتلعب دي كلها والاتحاد ده والاتحاد نفسه جاي ليه عشان يوصل اللي البطول. في منتخب يمثل مصر بصوره كويسه نا. في المحافل الدوليه انت شايف ايه بقى من عمر المنتخبات دي ما هتبقى كويسه الا آه. لما يكون في قاعده للناشئين والبراعم صح طيب زمان كان في في المنطقه منطقه الكوره اللي هي القاهره منطقه الكوره كانت بتفرز نجوم هل منطقه الكوره دلوقتي قايمه بنفس العمل اللي كان بيتعمل فيه زمان بص اللي, اللي بيموت أنا أتكلم بصراحة. اللي بيموت ما بيتعوضش ال... الناس بتوع زمان اللي كانوا بيحبوا الكورة وعايزين يعملوا حاجة نعم. للأسف بيتساقطوا واحد ورا الثاني ندخل بقى على الأجيال الحديثة واللي قبلها اللي هي يعني الواحد جاي للمك... للمك... س... سبوبة أو جاي لوضع اجتماعي معين أو عايز ياخد برستيج معين أو نعم. كذا أو كذا جاي وكذا الناس وكذا أنا موجود في الفيلد لحد دلوقتي بس إنما غير كده ما حدش بص يا كابتن مصطفى اللي عايز يصلح فعلا بيصلح م. وبيحط خطه سواء هو موجود او مش موجود يا جماعه ما هي بلدنا هي الـ 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 الاداره اللي ماسكه مصر بسم الله ما شاء الله أي. مصر اتغيرت واتغيرت في قد يا كابتن مصطفى؟ في ست في ست سنين يعني يعني يتعمل كل الانجازات دي كلها؟ و والله العظيم ساعات الواحد من كتر ما بمشي على طرق انا بتوه صح الله لازم تمشي على جي بي احنا جي بيس. بالنسبه لنا يا كابتن مصطفى فعلا مصر الجديده لان احنا واخدين على قديمه ما انا بقولك عشان كده حاجه ملهاش بتقول للناس الناس اللي بتتعين دلوقتي اللي او بتخش بالانتخابات والكلام ده كله مش في دماغها اي حاجه خالص للاسف للاسف اتعشم ان الـ الـ الاتحاد الكره اللي جه الاخير كلهم شخصيات محترمه عندهم خبرات قبل كده في كذا حاجه قاعدين سنتين ونص بس مده قليله مش الاربع سنين فيهم ناس يعني اخر حاجه بالنسبه لها مش هتقدر تترشح تاني فعايزين الحقيقه يعملوا حاجه طب انت صح؟ من وجهه نظرك كده وانت بت... وانت قابلتهم ولا ما قابلتهمش؟ قابلتهم النهارده كنت في اجتماع جيت على هنا عم. انت شايف ايه؟ خلينا نتكلم بامانه والله بصراحة. يا كابتن مصطفى ابتدوا يخوضوا لان انت عارف ان شغل الاتحاد الدوره دي ابتدى يتقلص في ايه؟ م. بقى في رابطه للانديه دي هي ب... اللي واخدك قصه الدوري بالظبط كده واخد بالك طيب ولازم زي... يتفرغ للحاجات التانيه بقى فهو دلوقتي ما فيش الا منتخبات وقطاعات ناشئين ومسابقات وبراعة هيقدروا عليها؟ ان شاء الله هيقدروا لانه هيبداوا من الفروع اللي هي مسؤوله عن المسابقات دي الفروع المختلفه نتمنى نتمنى ذلك ان شاء الله ان شاء طيب. الله طيب حجيش لو قلت لك اهم حاجه استفدتها في حياتك الكرويه وطلعت بدرس ايه هو الدرس اللي طلعت منه ان الواحد دايما يبقى عنده طموح ويبقى على قد الطموح ده ويسابر ويجاهد ولغايه ما يوصل للي هو عايزه ما يستسلمش بسهوله لان انا في بعض الفترات الحقيقه استسلمت وما كانش عندي الاراده القويه ودي يمكن برضه وقتها انا كنت صغير وما كانش الاب موجود كان متوفي فما كانش حد برضه ي... تشير مين؟ اه بالظبط كده ما كانش عندي المستشار الواحد بيكلمه في كذا حاجه يعني طيب انت شايف فرصتنا في كاس العالم ان شاء الله الرحمن هنوصل؟ ماتشين صعبين بس ما فيش مستحيل يعني عند المصريين ان شاء الله طيب انت شايف الاهلي ازاي مع موتسيماني بالنتائج اللي اتحققت والانجازات اللي اتحققت دي انا شايف ان هو مدرب كويس قوي اه المدرب في الاول في الاخر الناس بتفتكره بالنتائج مش بالاداء الراجل عامل نتائج كبيره جدا حصل على بطولات كتيره جدا في وقت اه اه زمن قليل في زمن قليل جدا جبنا قبل كده احنا سيفيهات احسن من من موسيماني 100 مره وما حققتش حاجه ومشي طب, طب الراجل بيحقق اهو وفي اداء كويس زي مثلا الماتش اللي فات ولا ماتش الهلال في كذا العالم. ماتشات كتيره وعملها كتيرة. و... يعني انت راضي عن على طبعًا. الفرقه طبعًا. وعن الاداء طبعا طيب انت شايف الدوري السنه دي كويس ولا زي اللي قبله اه انا شايف برضو الدوري كويس زي السنه اللي فاتت بس برضو هيبقى مشكلته هي تلاحم المباريات والاجهاد مع اللعيبه وخصوصا ان السنه دي اكتر كمان من السنه اللي فاتت كاس عالم انديه وبعدين كاس العرب وبعدين الامم الافريقيه كل ده مع مباريات النادي الاهلي الافريقيه والاربع فرق اللي مشتركه في افريقيا فهيبقى في تاجيلات كتيره وضغط مباريات هنعمل برضو زي السنه اللي فاتت نواصل برضو يعني المواسم ببعضها السنة زي السنة يعني السنه 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 اللي فاتت بالظبط طيب الفار السنه دي هيكرر نفس اخطاء السنه اللي فاتت ولا انت من وجهه نظرك شايف ايه والله اللي ما يتعلمش بقى من الدرس يبقى ما يستاهلش ان هو يكون موجود. يعني اي حاجه في, في في اولها بتبقى صعبه انما المفروض ان هو خبره موسم كامل فنامل بقى ان السنه دي يصلحوا الاخطاء بتاعتهم يعني. من خلال تجربتك دلوقتي وانت مسؤول على ناشئين معظم ناشئين مصر من خلال المناطق. انت شايف تجربه محمد صلاح ممكن هنا في مصر التجربه اللي بتفكر بتفكروا فيها دي تفرز اكتر من محمد صلاح ولا دي كانت ظاهره وانتهت؟ هقولها في عجاله سريعه وخطوط آه عريضه يعني آه مش مش هيحصل الكلام ده الا لما تتوفر الملاعب اللي هي مشكله الكرة في مصر او او مشكله قطاع البراعم والناشئين على مستوى الجمهوريه ان عدد الانديه المشاركه اكثر من الملاعب بكثير فده مشكله في ملاعب منها كمان لا تصلح كذلك الانديه لازم تختار رؤساء قطاعات بمدربين عندهم خبرات زي ما كنا احنا إحنا صغيرين بيدربنا الفرقه الصغيره خالص 13 سنه بيدربها احسن مدربين انما مش كل لعيب يبطل النهارده يدرب بكره أيوة. عمره ما هيطلع حاجه عدله فملاعب ومدربين وإدارة. ومدربين واداره ونظام مسابقات حلو قوي طيب الاسئله السنه دي كويس احنا جاوبنا عليها بسرعه تعال نشوف الجمهور الجمهور لسه فاكر محمد حشيش ولا محمد حشيش ده كابتن ما أعتقدش أكيد نسي وبقى خلاص. لا لا اللي بيسيب باص مع حشيش ما بحدش بينساهله نشوف الجمهور هيقول يا محمد حشيش ويرجع تاني. مش كابتن محمد حشيش طبعا كان في وقت من الاوقات زي ما بنقول بصمه في النادي الاهلي وليه اسمه وليه كان لعيب مش يعني ستاندينج وكان لعيب على مستوى عالي ومستوى خلقي عالي كابتن محمد حشيش من الناس اللي ادت النادي الاهلي ودت مصر اللي بلو كويس ومساك كويس جدا ولعيب كويس و وكان زي في العاليه في الملعب طبعا ولعب في جيل ذهبي كبير قوي هو كان نجم وهو لاعب والنهارده هو نجم تحليل محترم جدا يعني انا بحب اتفرج على تحليله الكابتن محمد حشيش كان عارف انه كان مدافع جامد كويس جدا وهايل وبتمنى له دايما ده دا كل خير وكان يعني عمل حاجه للنادي الاهلي و... وللكره المصريه ان جنرال كابتن محمد حشيش من اللعيبه المحترمه اللي ادوا في النادي الاهلي مباريات جميله جدا ايام الكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده والجيل الجميل ده كان الم من المدافعين المميزين في النادي الاهلي ومن الناس اللي الواحد كان بيحب يتفرج عليها وهو بيدافع عن الملعب عن الجون بتاع النادي الاهلي ده كابتن محترم وكان من اعظم ومن احسن لعيبه خط الوسط في النادي الاهلي في السبعينات والثمانينات راجل محترم جدا ونحمله دايماً الخير يعني محمد حشيش كان له الفريق فترة من الفترات وكان مدافع صلب وكويس جداً يعني لما بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه الليله من المجري حشيش يمكن احنا سمعنا جمهور بيقول بي... لسه فاكر محمد حشيش انت اللي عايز تواجه بقى كلمه للجمهور دول هتقول لهم ايه احسن حاجه طلعت بيها من النادي الاهلي هي حب الناس وبفرح قوي لما الاقي واحد يقابلني وقفني ويقول لي كابتن فلان اه انت كنت كذا وانا كنت متابعك وانت راجل على خلق وعملت مع النادي مواقف كثيره كويسه وانت يعني ما تفتكرش ال... يعني بص السعاده اللي في الدنيا هي دي يا كابتن مصطفى يعني هي دي اهم حاجه بصراحه. طيب زي ما الجمهور ادالك حقك الجمهور عاوز حقه منك تمام فاحنا الجمهور بيسال والضيف بيجاوب تمام تعال نشوف الجمهور هيسال حشيش في ايه ونرجع نجاوب على ماش كل اسئلة تفضل ماش. ايه اللي خلاها تجربته في تونس ما استمرتش الوقت كبير ليه تونس ما استمرتش وقت اه يعني انا لعبت سنتين وبعدين حسيت بقى ان انا يعني آه يعني تعبت برضو من الغربه شويه احنا دايما بنحن ان آه. احنا نبقى يعني نرجع لبلدنا وبعدين السن برضو بقى يعني خلاص بقى أنت كبر شويه سنك 70 سنه لا لا وقتها وقتها طبعا آه 31 لا, أه. لا لا 31 32, 32. قلت كفايه كده موسمين حلوين بقى وارجع يعني اللي بعده اكتر مباراه لعبتها في دماغي مع النادي الاهلي ومش قادر تنساها ااا آه آه ماتش اللي قلت عليه بتاع اللي كان صعب قوي بتاع موريتيه الجزائري ده في بطوله افريقيا ونهائي كاس مصر اللي احنا اللي كان مع مصر اللي كسبناه يعني علاء ميهوب جاب جون في اخر دقيقه ولا نقطه اه 84 ده برده كان يعني خلاص البطوله وصلت لغايه الجمرك بورسعيد ورجعت <applause> طيب اللي بعده <applause> <applause> مين اول واحد اكتشفك في نادي الاهلي يلا يا يعني آه عم طبعا اول واحد اتعاملت معاه هو كابتن سايس كابتن محمود سايس, سايس الله يرحمه اللي بعده كان عايز يحققه وما حققوش او ايه اللي كان نفسه يعمله وما عملوش بعد الاعتزال. ااا آه كان أمنية حياتي وكان نفسي إن أنا أكمل في النادي الأهلي. تختم في النادي الأهلي. اه يعني أكمل الفترة الكبيرة لأن أنا قعدت ألعب ااا آه من 87 لغاية آه 93، ست سنين كان أولى بيهم إن أنا ألعب في النادي الأهلي لأن كنت يعني آه الفترة اللي مشيت فيها كنت واصل لمستوى عالي أوي وكان هيكمل بقى. يعني زعلان انت ما طبعا ما, 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 كملتش ونهيت في النادي الاهلي اللي بعده <applause> انا اكثر مهاجم كان بيتعبك مم. كتير 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 طبعا كان في يعني كان في كوارشي طبعا في الزمالك كان مم. طبعا يعني قوي جدا آه. ما كانش بيقع يعني بيتضرب ما بيقعش بياخد اللي قدامه بياخد اللي قدامه ويروح معاه بقى في حته <applause> فده من كان من يعني اجمد بصراحه اللعيبه المصريه اه المصريه كان والله كابتن مصطفى كان في كل حته لعيبه كويسه المحله كان فيها المشائي مثلا راس حربه آه. الاولمبي كان فيه كاس. الكاس يعني آه. كان فيه كان في لعيبه كثيره في حته كثيره يعني. آه طيب اخر حاجه بقى اللي بعده مين شابك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مين اللي طلع بيقول انا محمد حشيش آه إن انت شايف وجهه نظرك انت آه في ولد اسمه آه عمر عبدين عمر عبدين اه ده لعيب كويس اه انت متابع الناشئين آه في النادي اه طبعا طبعا آه. متابع الناشئين ومن خلال كمان شغلي يعني عارف ال... انت شايف ان في ناشئين طالعين كتير قوي في, في لا القطاع في ناس كويسه و وحته كمان اللي اتعملت الجديده بتاع الأعراض دي اللي آه اللي هيطلعوا لعيبه وهي صغيره هي دي اهم حاجه آه طيب احنا كده خلصنا شوف اسئلتنا سهل ازاي؟ آه ما فيش يعني خالص لا آه طيب شك الدبوس بس كده تك <applause> طيب احنا خلصنا كده من الجزء ده نيجي الجزء الاخير اللي هو انت مين؟ آه انا اسمي محمد احمد السيد حشيش آه مواليد مواليد 25 عشرة 62 اه من القاهرة طبعا أصول الجذور بقى الأجداد من الدهلية منصورة نعم. شربين آه. بس أنا طبعا مولود هنا وقعد طول عمري هنا ليا تلات أخوات بنات أكبر مني متزوج طبعا وعندي بنت وولدين نعم بس ده كل بنت وولدين آه في يوم حد طلع محمد حشيش بيلعب كوره يوسف 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 شايف كان... انت محمد محمد حشيش ان شاء الله باذن الله سنه كام اللي... سنه آه هو مواليد 2002 2002 اه بيلعب مع 2001 دلوقتي والتاني بيلعب تنس لا التاني بيلعب شطرنج وبيلعب <applause> بيلعب بوكس بيلعب بوكس <applause> ومتفوق طيب. في البوكس كمان هوايتك ايه غير كره القدم آه بحب اسمع مزيكا آه غاوي ان انا يعني اتفرج ده يوسف ده اه ده يوسف اه دلوقتي حلامي ربنا آه لك يا رب اه بس ما شاء الله طالع لا ستايل آه ما شاء الله آه ما شاء الله اه, آه, آه, آه بيلعب احمد إيه؟ كمان احمد كمان بيلعب بوكسنج كويس يعني بيلعب آه بيلعب مكاني مكاني. مكاني اه هياخد آه فلوس قليله بدا مدافع. اه ما هو دي المشكله فان دايك طيب بقول له اتحرك لقدام شويه هوايتك المزيكا؟ اه مزيكا واتفرج على التلفزيون واحب البرامج طبعا الاخباريه والتوك شو ببقى مركز يعني يعني دايما مركز في الـ في اللي انا بتفرج عليه م. بحس ان انا لو بعد مثلا سنه هقول لك اتقال ايه بالظبط يعني بتتفرج على الماتشات الاوروبيه الدوريات ايه المختلفه ايه طبعا بتابع بعضها لو في وقت معين الدوري ايه اللي انت اللي انت مرتبط بيه؟ الدوري الانجليزي طبعا عشان طبعا صلاح مو, مو, عشان طبعاً صلاحة مو صلاحة. يعني طب في ايه التأكيل؟ لا خالص لا خالص ايه؟ خالص مش اكيد والله خالص ابدا اخر أك... حاجه افكر فيها طب اكلتك المفضله ايه, إيه يعني لو اتعمل مثلا مسقعه دي تبقى حاجه كويسه قوي باميه أه باميه اه السمك باكله م... والسمك السمك ده في حد ما باكلوش انما لو عايز اقول لك حاجه انا مريح جدا كزوج مريح قوي لما باجي البيت مثلا آه اللي قدامك بتاكل اي حاجه ما عملتش حاجه سندوتشات جبنه بيضه عادي جدا غلبان قوي خالص بتحب اللمه إيه طبعا مش بيتي يعني. يعني لا أنا بيتي بس لما ببقى قاعد في حتة ببقى حابب الناس أوه. ونتكلم، إنما في الغالب لا الشغل والبيت. متواصل مع السوشيال ميديا؟ أه بعض الأحيان عشان مثلا حد باعت لي حاجة أبعت له يعني، في نطاق ضيق يعني. طيب، بتتفرج على أفلام أبيض وأسود؟ كتير. إيه الفيلم اللي أنت بتتفرج عليه وبيفكرك وبي بزمن جميل؟ بص يا كابتن مصطفى في في افلام كده اساسيه اه <applause> اساسيه في تاريخ مصر اه رد قلبي مثلا ده دا... انت عارف كان مقرر علينا في 23 يوليو آه. اه في مثلا افلام اسماعيل ياسين <applause> ايه الفيلم اللي اسماعيل ب... ياسين بتحبه <applause> كل افلامه لا, لا في, في فيلم معين مثلا آه افلام آه في الفيلم اللي كان بتاع اسمه ايه الزفر بتاع توفيق الدير ابن حميدو ابن حميدو اه واخد بالك ازاي؟ آه. يعني اسماعيل ياسين طبعا بصراحه كل الابيض يدوسه جميل كله متابع انت يعني طبعا تحب الاغاني القديمه؟ ام آه كلثوم عشق لا ينتهي لو عاوز تبعت لاسرتك دلوقتي انا حافظ اغاني مكلسوم. كلثوم طيب بالكلمة. حلو قوي لو انت عاوز تبعت لاسرتك دلوقتي اغنيه جميله وللمدام وتقول لها لو لقيت بتفكرك بالزمن قول لها فات الميعاد لا والله تبعت لها اغنيه تلاقي في في اصل في اغاني كتير يعني اغنيه مثلا أه والله يا كابتن مصطفى مش عارف في حاجات كتير يعني مطلع او كلمه كلمه يا معيون قابلوني أه لكن ولا شغلوني الا عيونك انت أه هم بس هم بس اللي خدوني وفي حبك امروني وتقول لي مش امروني احب أه لقيت كده يا سيدي يا أه سيدي طيب احنا كده في الفقره دي عندك رسالتين اه وهتبعتهم لواحد انت انت لان انا عندي تقرير لسه للولاد أه اخر حاجه ده تمام عندك رسالتين هتبعتهم على الواتساب لمين هتقول فيهم ايه اول رساله هبعتها هبعتها للكابتن هاني مصطفى ايوه الله يمسيه بالخير ويربي الصحة كان كم... مش فاعل الخير آه يا رب فضله عليا كبير جدا جدا جميل مدرب يعني. آه عظيم على المستوى الشخصي كنت مرتبط بيه ودخلنا بيوت بعض وحاجه كانت جميله جدا جدا يعني ربنا يديله الصحة آه الرسالة الثانية الرسالة الثانية شيء مش يعني مش في دماغي حد انما هو ده كان بالنسبه لي في الكوره يعني حاجه جامده طيب احنا دلوقتي معانا تقرير لاسرتك هتعالى نشوف هيقولوا ايه ونرجع تاني عشان ندينا كلمه في الاوتوغراف <applause> بابا في حته تانية طبعا بس يعني احنا شبه بعض في حاجات كتير بابا حتى نفس ال... انا وبابا نفس الستايل نفس طريقه اللعب كده الهدوء هو بابا كان متميز بالحته دي ان هو يعني بيقول عليه العقل الراسي ورا انا بقى زيه كده من ايام الاكاديميه اول ما الاكاديميه اتعملت انا يعني رحت الاكاديميه وبعدين اتصعدت بقى للناشئين هو دايما بيبقى يعني في فقره في البيت دايما انا وبابا قاعدين بن... بنتفرج على كل الماتشات مع بعض حتى لينا دايما انا مش مش بتفرج حتى مع اصحابي اي ماتشات بتفرج مع بابا ماتشات منتخب مصر ماتشات الاهلي طبعا بيبقى ليها بقى يعني احداث خاصه كده الاجواء بيبقى لينا يعني دايما بيبقى دايما بنحضر القعده قبل ما من... نتفرج على الماتش ونبقى قاعدين بنتابع الماتش طبعا بقى بحراره ويعني بابا يعني بيبقى طبعا متعصب قوي بنبقى بعدين بقى يعني على قلبنا كده طول الماتش احيانا احيانا ساعات بقول حاجات يعني ب احيانا ساعات هو بابا يعني بيستغرب ان انا بيطلع مني يعني حاجات كده يعني ما في الراي بس بتطلع صح في الاخر لا هو دايما يعني دايما بابا بيبقى مركز معايا قوي عشان انا بلعب كوره وكده فدايما الخروجات والسفر والسهر والحاجات دي هو دايما مركز معايا يعني مثلا عندي ماتش مهم تاني يوم بلاش بلاش تخرج دايما وبيبقى بقى دايما بيبقى فيه بقى يعني زي خناقات خفيفه كده اللي هو لا انا عايز اخرج لا انا مش عارف لا بيديني بقى هو خبرته طبعا مره بكل ده ولازم احرم نفسي عايزين بقى طالما فيها احراج قدام لا عايزين نجدد العربيه انت متخيل بقى علاقه الاب ببنته اكيد عامله ازاي ف وانا بنته الوحيده يعني فطول عمري اصلا يعني انا هو صحاب يعني مش زي برضو احمد ويوسف علاقتي برضو مختلفة فكنت دايما طول عمري لما اي حاجة في حياتي لازم اخد رأيه فيها بتكلم معي مش بخاف يعني مبقاش خايفة قلقانة أه بحكي له كل حاجة بتحصل لي ايام المدرسة والجامعة كنت بحكي له يومي عامل ازاي أه دايما بينصحني أه عمره ما كان شديد معايا يعني او حتى لما كنت وانا صغيرة بغلط او بعمل حاجة كان كنت بحكي له وكان بينصحني وكان بيديني رايه أه يعني دي اكتر حاجات بيني وبينه يعني لا بص هما الاثنين بصراحه حنينين يعني احنا عمرنا احنا في البيت عموما كلنا ما فيش حته الزعيق او الخناق او كده يعني وبابا اصلا يعني على طول هادي بس طبعا لما حد بيعمل حاجه يعني العصبيه بتطلع طبعا زمان يعني مؤخرا لا يعني هو بابا بيحب قعده البيت اكتر يعني وظروف شغله والكلام ده ف يعني مش بنروح قوي بس زمان كنا بنروح كتير أه طبعا اول ما بندخل من باب النادي كل الناس عارفاه سلموا عليه ويجوا يتكلموا معاه اوقات لما كنا مثلا بنروح خروجات كنا بنشوف ناس زي كابتن شوير وكابتن محمود الخطيب كنا برضو بنشوفهم زمان كنا بنروح بس الفتره دي لا هو بصراحه يعني عمره ما حرمني من حاجه يعني اي طلب بصراحه بيجيبهولي يعني <applause> يا بابا عايز عربيه ما <تخافش> والله <applause> والله يعني انا وانا صغير ما كنتش بلعب رياضه قوي اصلا بس بابا حاول قال لي طب ما تجرب الكوره انا كنت وانا طبعا عارف ان لعيب كوره فقلت ماشي احاول ابقى زي بابا طبعا زي اي ولد في السن الصغير ده وحاولت روحت النادي روحت كام تمرين بس ما كانتش لي قوي ولسه من قريب اللي بدات اهتم بالرياضه اكتر ودلوقتي بلعب ملاكمه بقالي سنه ونص تقريبا والله هو بابا يعني اهم حاجه بالنسبه له ان انا العب اي رياضه يعني زمان برضه حاول يشجعني ان انا اروح الجيم فما قلت له انا عايز العب ملاكمه هو طبعا كان خايف شويه ان انا اتضرب او يحصل اي حاجه وانت عارف ان اصابات الملاكمه ممكن تبقى سيئه جدا بس في الاخر شجعني قال لي طالما دي حاجه انت بتحبها لا كمل فيها بالنسبه للبابا يعني هو احنا ثلاثة واحد وطبعا يعني بيحاول يعدل ما بيننا كلنا بس طبعا عشان يوسف بيلعب في ما بينهم كلام كتير عن الكوره واللي بيحصل في النادي او مثلا لو في ماتش ممكن يتفرجوا على بعض مع بعض ساعات انا دايما بلجأ لبابا لو عندي اي مشاكل مثلا في الجامعه او مع اصحابي او ايا كان يعني هو بيحب دايما يديني نصايح من حياته والحاجات اللي مر بيها و... والحمد لله يعني انا وبابا صحاب قوي ما بحسش ان انا مثلا اخاف اقول له اي حاجه طبعا انا كده كده لازم اشجع الأهلي اه طبيعي اه طبعا أه وانا برضو ما بحبش اتفرج على الكوره قوي بس ساعات مثلا لو لقيت بابا بيتفرج اقعد اتفرج معاه لو مثلا ماتش نهائي حاجه من الحاجات المهمه قوي دي اتفرج برضو يعني نشجع عايز اقول له يعني شكرا على كل حاجه بابا وانا عارف ان انا ساعات بتعبك معايا بس انت تصبر عليا وشكرا جدا على كل حاجه ربنا يخليهم لك وتشوفهم يا رب احسن ناس موجوده كاكت. في الدنيا ربنا يخليك بس هم في حال في طلب واحد هنا متفق معاهم كلهم آه. عايزين يغيروا العربيه هم فاكريني صاحب معرض عربيات واخد لك ازاي ياخدوا نصر السياره حشيش كار مثلا ولا <applause> ربنا يخليهم لك كده وتشوفهم كاكت. في احسن المناصب يا رب ربنا وربنا يديم عليكم الصحه والعافيه ربنا يخليك وانا كنت سعيد موجود وانت موجود معايا هنا انت فكرتني بذكريات ف ربنا يديم علينا المحبة بيننا وبين بعض شرف ليا يا كابتن مصطفى ربنا يخليك ومن أول ما أنت عملت البرنامج وأنا يعني نفسي فعلا ان انا اطلع معاك في برنامج حقك علينا. لان انت طبعا كنت من المقربين غير كابتن فرقه يعني كنت من المقربين جدا جدا بالنسبه لي يعني ف ربنا يكرمك سعيد وانا معاك يعني. الله يخليك يا كابتن محمد دلوقتي احنا اتبعنا في البرنامج في اخر حاجه قدامك الاوتوجراف تمام تاخده وانت قاعد هتكتب فيه كلمه للبرنامج ماشي but nice yeah. تسمع كده استاذ المشاهدين كتبت ايه؟ مع حبي وتقديري للكابتن الكبير مصطفى عبده وفريق عمل البرنامج المجري مع خالص امنياتي القلبيه بالتوفيق والنجاح. اقفل القلم وحطه في قلب الاجراءات. آه. بشكرك يا حسين على تواجدك معانا. انا اللي بشكرك ان شاء الرحمن تبقى موجود كده مع اولادك ومع اسرتك كلها وانت باحسن صحه ربنا يخليك واحسن حال. حال. كده حلقتنا خلصت على امل اللقاء بيكم في حلقه جديده من المجال